الشباب يا جماعه بيتقابل زي دي زي الاوربت والكلام ده مش حاجات صغيره كده بقى دي فيها اسئله وبصيتوا يا جماعه في مذاكره الامتحانات بصوا يا جماعه احنا الامتحان عندنا لان مثلا حوالي 10 سنين قبل كده زمان كان في نظام للامتحان لما الناس تعرف فقبل 9 سنين بالظبط اللي هو من سنه 2006 لو انتوا بتشوفوا مذاكره الامتحانات من سنه 2006 الاسئله اسئله فوق وعددها كتير ماشي يعني انت بيجي لك اسئله صغيره ومغطيه معظم الشطر من الامتحان بيجي لك 8 اسئله واثنين ايه كل ايه منهم وكل سؤال بيبقى على شطر يعني الامتحان بيبقى مغطي 10 شطر في المنهج فاهمين يا جماعه ده غير التمييز فيه يعني انت عندك 10 شباب في المنهج كل شطر هيجي لك سؤال والسؤال بيبقى شغل تمام لو جبت نقطه خلال السبع سنين اللي قلت عليهم دول هتلاقي كل حاجه جت لدرجه النهارده بحطهم في الامتحان هتلاقي سؤال انا في اوفر في دولار مصر في سؤال رزق ليه بصوا مذاكره الامتحان بس هتلاقوه موجود في السنه انا في اوفر في دولار مصر عشان تكتب الكلام ده بتوع المواطن وعشان تكتب الكلام ده يا جماعه لو مسكت اي شخص لو مسكت مثلا الاي ده زي الدول والامبروبيو والامبروبيو والسلمبريفرو واللابو سلمو والرابي الكلاسيك والتريكير كل حاجه جت وكل حاجه جت بتفاصيل مختلفه يعني مره جه سؤال مثلا كونفيرتال دول مره جه سؤال مثلا تريتمنت اوف دول مره جه ميجرمنت اوف دول فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ انا بقول لكم كده ليه؟ يعني بقدر الامكان حاول انك تلم المنهج لان التمشين عندنا ما بيجيبش يعني ما بيجيبش نتيجه بيجي اي سؤال في اي مكان فاهمين يا جماعه كده؟ بس هو ما بيطلعش ابدا بره الميزه اللي عندنا، احنا عندنا كتاب ملتزمين بيه ما بيطلعش الامثله بره هي دي الميزه تمام؟ ومش صعب ان انت يعني اعتقد وجهه نظر يعني مش صعب انك تلم الكتاب ده. يعني حاجات كتيرة قوي مواد تانية كده اقع في الكتاب ده. ماشي يا جماعه كده؟ نيجي بقى يا جماعه نتكلم مع بعض عن الفورم. الحاجات اللي هنقولها دي مع بعض هي الحاجات اللي ايه؟ كلها مطلوبه يعني انا كل اللي عاوزين نعرفه في الالات بتاع الفورم التخيل والتطور اللي عندك ده من الفورم ده يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده عامل زي الهرم الفورم ده بيرامينال ان شيب الهرم اللي هو زي الهرم الكبير اللي عندنا ده له اربع اركان له اربع جوانب تمام كده فبنقول عليه فور سايدز بيراميد يبقى الفورم ده لو زي ما قلت لكم هنقول ان هو فور سايدز بيراميد زي البيراميد العادي اللي احنا عارفينه له اربع جوانب تمام وله الشكل الهرم تمام كده بس الهرم بقى بتاعنا احنا اللي هو بتاع الاوربت مش الهرم المعزول العادي لا الهرم ده نايم على جنبه البيز المربعه الكبيره دي هي اللي دايركت الانفيزا تمام يا جماعه كده كل ما ترجع لورا كل ما المساحه تقل وهو افضل ورا خالص عند الايبس بتاع الاوربت جميل يا جماعه المنظر ده يبقى هو بالظبط تخيل كده في دماغك ان الاوربت ده فور سايد بيراميد عادي خالص والبيراميد ده نايم على جنبه تمام البيز بتاع البيراميد هو اللي دايركت الانفيزر وده الجزء المسكوت اللي في الاوربت عمال بقى يظهر كل ما نرجع لورا لحد ما نوصل للايبس بتاع الاوربت الايبس بتاع الاوربت اللي احنا بنقول عليها دايركت بوستيريور هي تمثل ايه في الاناتومي الاوبتي ورا هي دي الايبس اللي هي الفتحه اللي بيطلع منها يا جماعه الاوبتي سيركت بس يا جماعه كده يعني الاوربت اللي احنا بنتكلم عليه ده مفتوح من قدام عشان القلوب تبقى محطوطه فيه وباينه قدامنا.
تمام كده؟ قلنا الميز بتاع الجرم الفتاني ده 4 سايكلز اوف جرم، تمام؟ يبقى احنا عندنا يا جماعه في الاوربت عندنا ميديان وول، وعندنا لاترال وول، وعندنا الروف بتاع الاوربت والفلور بتاع الاوربت. ادي الاربع كواكب، روف وفلور وميديان وول ولاترال وول، تمام كده؟ انا عاوز ابقى عارف ايه؟ ان اضعف وول في الاوربت هو الميديان وول. ميديان وول بتاع الاوربت هو الثالث وول، هو الوول الضعيف خالص، اللي هو مكون من ايه؟ مكون من، انا عايز اعرف بس بالوول ده ان هو مكون من الاسمويد بول. الاسمويد بول دي عظمه رقيقه خالص كده، هي بتفصل الاوربت عن الاسمويد سايلنس، تمام؟ وده اضعف وول في الاوربت، يعني لو واحد بيسكر الخط ده كده بينكسر الميديال وول بتاع الاوربت، ويتفتح الاوربت على ايه؟ على البارا ليزر سايلنس اللي فيها الاسمويد سايلنس. يبقى ده اضعف حته في الاوربت عندنا هي الميديال وول. تمام كده؟ جميل. روح وفلور وميديال وول ولاترال وول والبيس دايركتد انتيريور والبيس اللي هي الاوبتيك فورامن دايركتد بوستيريور. تمام كده؟ البيس بتاع الاوربت بقى اللي هي دايركتد انتيريور هي الحكمه بنحط الخيمة عليها دي، شايفين كده ده الايدج بتاع الاوربت. شايفين يا جماعه ده الايدج اهو بتاع الاوربت، تلف ايدك عليه تلاقيه عامل زي المربع كده اهو، والجلوب محطوطه بقى في الوسط كده. ده بيسميه هتلاقي اسمه اوربيتال. ليه؟ لو اوربيتال مارجن. ده بيسمى في وسط الكلام كده اللي هو يمثل البيز بتاع الاوربت اللي دايركتد انتيريور اللي انت هتيجي تحسه بايدك كده اهو. تمام كده؟ ده الايدج بتاع الاوربت او الايدج او اكل البيز او الريم او المارجن بتاع الاوربت. تعالى يا جماعه نيجي على الفتحات اللي موجوده في الاوربت، احنا عارفين طبعا البيز مفتوح على قدام على الهواء كده بره. طيب من ورا بقى اول فتحه موجوده في الاوربت هي الاوبتيك فورم اللي هي موجوده عند البيز بتاع الاوربت. ماشي يا جماعه؟ الاوبتيك فورم دي ايه اللي بيطلع منها؟ بيطلع منها يا جماعه الحاجات اللي احنا هنقولها دي، الاستراكشرز المعديه دي مهمه في لازم تبقى عارفها. الاوبتيك فورم اول حاجه خالص يا جماعه هي تمثل الايلبس بتاع الاوربت، ادي اول معلومه بنقولها. الحاجه الثانيه الاوبتيك فورم دي بتوصل الاوربت بايه؟ يعني من عند الاستراكشر جوه الاوربت ويجي يطلع من الاوبتيك فورم يبقى دخل على ايه كده؟ على انتراكرينيال كافيتي بالتحديد الميدل كرينيال اوربت. يبقى الاوبتيك فورم دي هي اللي بتعمل كونكشن بين الاوربت وبين الميدل كرينيال فوسفا. ماشي يا جماعه كده؟ الاوبتيك فورم دي اللي معدي فيها الاستراكشر اللي هي معديه فيها اللي طالع من جوه الاوربت وداخل على الكرينيال كافيتي الاوبتيك مال، واللي داخل من الكرينيال كافيتي على الاوربت هو الاوبتالميك ارتري وترماتيتك. طيب دي الاستراكشرز اللي معديه في الاوبتيك فورم. الاوبتيك مال طالع من جوه الاوربت داخل على الكرينيال كافيتي عشان يكمل بقى فكره الفيجوال باثواي والاوبتيك نيرف اليمين والشمال يمسكوا في بعض ويعملوا الكيازما والقصه اللي قلناها دي. واللي داخل من الكرينيال كافيتي لجوه الاوربت من خلال الاوبتيك فورامين هو الاوبتالميك ارتري والباثيتيك فانكشن. تمام يا جماعه كده؟ دي الفتحه الاساسيه اللي موجوده ورا عند الايبكس بتاع الاوربت. في عندنا يا جماعه فتحتين تانيين مكانهم في الاناتومي ببساطه كده محوطين اللاترال وول. احنا قلنا يا جماعه الاوربت اهو ادي روف وفلور وميديال وول ولاترال وول. اللاترال وول بتاع الاوربت ده بينه وبين الروف في زي شكل سمبول كده بنسميه سوبيريور اوربيتال فيشن. وبين اللاترال وول وبين الفلور شكل ثاني في البول اسمه انتيريور اوربيتال فيشن. يبقى احنا مبدئيا كده نبقى عارفين ان السوبيريور
الانتيريور اوربيتال بريشر والانتيريور اوربيتال بريشر محوطين دي اللاترال وول السوبيريور اوربيتال بريشر ده بريشر يعني شكل بين اللاترال وول وبين الروت والانتيريور اوربيتال بريشر ده بريشر بين اللاترال وول وبين الفلو هم محوطين اللاترال وول تمام كده البريشر الجديد اللي هو السوبيريور اوربيتال بريشر ايه الاستراكشرز اللي معديه السوبيل الاوربيتال بريشر السؤال كله من السيكل يعني بص يا جماعه السوبيل الاوربيتال بريشر ده بتعدي منه معظم الحاجات اول حاجه خالص 3 تريليون نير الموتور بتوع الاكسترا اوكيولار ماسل اللي هم تريليون نير 3 و4 و6 الاوكيولار موتور والتروكشر والابديون دول الثلاثه معديين في السوبيل الاوربيتال بريشر حاجة تانية الاوفتالميك ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف خمسة الاوفتالميك ديفيجن بتاع الترايجيمينال نيرف بيدي ثلاثة برانشز والثلاثة بيعدوا من السوبيد الاوربيتال بريشر ايه هما الثلاثة برانشز بتوع بيدي لاكريمال وفرانتال وليزوسين يبقى انا عندي يا جماعه الثلاثه من الاستراكشرز الاساسيه ايه اللي معديه في السوبيد الاوربيتال بريشر عندي الثلاثه نيرف الموتور اللي بيحركوا العين والثلاثه نيرف السنسوري اللي هم طالعين من النيرف الاساسي احنا قلنا يا جماعه قبل كده كل السنسوري نيرف طلعت بتاع اي حاجه في العين جاي من الاوبتالميك ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف ماشي كده يا جماعه يبقى ده الترايجيتر اللي معديه ايه في السوبيريور اوربيتال بريشر ايه اللي معدي تاني معاك سوبيريور اند انفيريور اوبتالميك جيم ومعدي برضه بعض السمباتيتك فايبر ادي الاستراكشرز اللي معديه في السوبيريور اوربيتال بريشر ماشي يا جماعه كده يبقى هم الاربعه دول الثلاثه نيرفز الموتور الثلاثه نيرفز السنسوري السوبيريور اند السوبيريور اوبتال فين مع سمباتيتك فايبر تمام كده السبيشال الاخير بقى اللي هو الانتيريور اوربيتال بريشر معدي فيه ايه؟ البرانش الثاني بتاع الترايجيمينال نيرف اللي هو المكتلر ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف وخدوا بالكم يا جماعه هما اتلخبطوا الاوربت ده الفلور بتاعه الارضيه بتاعت الاوربت هي اللي بتفصل بين الاوربت وبين ايه؟ وبين المكتلر فايبر تمام كده؟ الانفيديور اوربيتال بريشر ده الاستراكشر اللي هيعدي فيه هيبقى على الفلور بتاع الاوربيت فبيعدي فيه المكسيلري ديفيجن اللي رايح بقى على تحت رايح على المكسيلري بول ورايح على المكسيلري فايبر ماشي كده يبقى بيعدي فيه المكسيلري ديفيجن بتاع كرينيال نيرف خمسه المكسيلري ديفيجن اوف كرينيال نيرف وبيعدي الانفرا اوربيتال ارض دي الاستراكشرز اللي معديه في الفتحات اللي في الارض عندنا الاوبتيك فورم معدي فيها كذا السوبيل الارض ده بريشر معدي فيه كذا والانفيد الارض ده بريشر معدي فيه المكتبه اللي بريشر ومعدي فيه الانفرا اورد ماشي كده يا جماعه ده الاستراكشرز اللي معديه في ثلاثه اوبننج دول دول اللي ايه؟ اللي فيهم وقتها يعني اللي فيو عليهم موجوده عندنا نيجي بقى يا جماعه نشوف الموضوعات بتاعت الاورجن. Thank you.
اول حاجه يا جماعه عندنا اوربيتال فيديو لايف معايا. لما نيجي يا جماعه ناخد سكشن ناخد منظر كامل كده في الاوربت هنلاقي المنظر عامل لو بصينا من الجنب هنلاقي المنظر عامل ازاي الاوبتيك بيراميد اللي هي عند الايبس بتاع الاوربت ورا ادي البيز اللي مفتوح ادي الروت بتاع الاوربت وادي الفلو تمام كده العين محطوطه بقى في الاوربت تمام ايه تاني اللي موجود في الاوربت العين دي يا جماعه ماسك فيها كده الاكسترا اوكيولار ماسل العين دي طالع منها الاوبتيك نيرف اللي هو معدي في الاوبتيك فورامين تمام الجلوب علشان الحركه بتاعتها تبقى سموث وتبقى مش مجهده للانسان ده لازم ما تخبطش ابدا في الجدران بتاعت الاوربت احنا عاملين عماله تتحرك على طول بتلف يمين وشمال وفوق وتحت لو في اي لفه من دول العين حكت في الجدار بتاع الاوربت هتبقى اللفه دي تاني ليفل فدايما العين مفصوله عن الاوربت بالسبيسس دي السبيسس دي في الاساس مليانه فات يعني بيكون عليها فايبرو فاتي تشو يعني العين دي لو احنا طلعناها كده بتلاقي حواليها كل الفات من كل ناحيه شفتوا العين عند الجزار كده بيبقى طبعا شكلها ايه؟ هتلاقوا العين بالظبط كده هي هتلاقوا المنظر ده اهو هتلاقوها كلها فات حواليها ماشي يا جماعه كده علشان العين ما تخبطش في الجلوب في الحركه بتاعتها تمام الفايبروفاتي تيشو ده بقى هو اللي لما يحصل فيه انفلاميشن ده اللي يعمل الاوربيتال سيلولايت يبقى لما نيجي نبطل بقى الكلام كده ونقول ايه الاوربيتال سيلولايت نقول ان ده انفلاميشن نوع اكيوت سيلولايت انفلاميشن اوف فايبرو فاتي تيشو اوف اوربت تخيل معايا بقى كده كل التيشوز دي كانت انفلين ونوع الانفلاميشن اكيوت تجربت انفلاميشن ما دام انا قلت لك اكيوت تجربت انفلاميشن يبقى الاورجانيزم اللي بيعمله مجموعه من الاورجانيزم كده هي اللي بتسببه لو جينا نتكلم عن الفيسيولوجي هنلاقي الاورجانيزم اللي يعمل الكلام ده هو مجموعه بنسميها بايوجين اورجانيزم زي اشهر مثال بتاعها للتاب اوريا ما دام انا بوصف الانفلاميشن وبقول ان هو اكيوت تابرك الاورجانيزم اللي هو التاب اوريا ده يدخل الفايبروفاتي تيست ازاي؟ لما كنا يا جماعه بنرسم قبل كده او بنتكلم في الاي ليست بصوا يا جماعه هو الفايبروفاتي تيشو ده مفتوح على بره كده مفتوح على الشارع كده في العادي لا وبره الاوربت مقفول بايه؟ بالاوربت السيستم كده يا جماعه لما كنا بنقول مثلا ادي كونفرنتايفا لو جينا نكمل الرسمه وادي الابر ليف وادي الكونفرنتايفا كده وادي اللور ليف تمام؟ لما كنا بنيجي نقول ادي مثلا الترفس وادي العضله اللي هي اللي بيظهر مثلا ايه؟ في هنا سيستم شايفين المنظر ده قافل الفايبروفاتي تيشو ده ورا وعازل تماما الاوربت عازل الاكسترنال انفايرمنت الاوربت ده مش مفتوح كده على الشارع بره لا الاوربت ده معزول تماما فازاي البيوجينيك اورجانيزم ده ممكن ان هو يدخل للاوربت فيبقى عندنا حاجه اسمها سورس اوف انفكشن يجي في انفكشن للاوربت ازاي؟ ما دام هو معزول كده اول حاجه خالص هيجي اكستنشن من ليبر انستراكشر. اسهل حاجه الحاجه اللي كله نبدا بنقولها ان المريض يبقى عنده سينوفايتس ويبقى عنده انفكشن والاورجانيزم موجود في البارا ليبر سينوفايتس فاقرب حاجه الاسبوع سينوفايتس تدخل على
الاورجن ان الميديا الوورد عايز وبينكسر بكل سهوله. حتى ممكن واحد ياخد خطه بسيطه تكسر الميديا الوورد بتاع الاورجن. اذا اول دور واشهر دور اللي هو ايه ليش الباراليزا. ممكن الاورجانيزم يدخل الاورجن عن طريق الغلط. عيان عنده مثلا بايليا او سيستيميا والاورجانيزم عمال يلف سيركوليشن ممكن يجي في اي مكان في الجسم. تمام كده؟ ممكن الاورجانيزم يدخل الاوربت لو انفتح الاوربيتال سيستم ده فيدخل الاورجانيزم من الشارع من بره. طب وينفتح الاورجانيزم فين؟ يا اما تروما يا اما عمليه سيرجيكال كوبريشن والتعقيم ما كانش كويس فدخل في الجسم. تمام؟ يبقى دي الطرق اللي بالعقل كده اللي ممكن تخلي بايوجينيك اورجانيزم زي الدافوريا يدخل جوه الاورجن، يدخل من الشارع من بره عن طريق اللي فتحت الاوربيتال سيستم يا تروما يا بوك اوبرتال، يا اما يجي عن طريق الغلط او يجي من الاستراكشر جنبه اللي هو اشهر حاجه البارا ليزر. طيب تمام؟ المهم بقى عندنا في الاخر يا جماعه ايه؟ اكيوت فاتيراتيف انفلاميشن في الفايبروفاتي تيشو بتاع الضم. تخيل بقى بالراحه كده الكلينيكال بريسر لما واحد يبقى عنده الاكيوت فاتيراتيف انفلاميشن ده نلاقي عندنا اول حاجه يا جماعه سيمتوم. الكورد بس دلوقتي يا جماعه انفلاميشن كبير. هو انفلاميشن خفيف يعني مش زي ما تقول ان المريض مثلا عنده انفلاميشن في الكونتاكتايفا بره او كده، لا خطوره كبير من صور الانفلاميشن لان انت عندك منطقه كبيره فايبروفاتي تيشو كل ده لما يحصل فيها اكيوت سيرفر انفلاميشن ويجمع بعض يعمل كبير انفلاميشن. فبيبقى عندنا اول حاجه جنرال سيمبتوم اللي هي بتتقال في اي اكيوت سيرفر انفلاميشن اللي هي فيبر انوريكسيا هيدك مليم كلام ايه؟ الجنرال. وهيبقى عندنا بقى لوكال سيمبتوم لها علاقه بالعين. اول حاجه خالص يا جماعه اي اكيوت تبعه للانفلاميشن لازم انه هيعمل كبير بين. والبين لو حد قبل يوصفه احنا حاطين يا جماعه الصلاه كده بالنسبه لنا. اي اكيوت تبعه للانفلاميشن لما يعمل بين يبدا البين شكله ايه؟ نظام ميديم جبين ولما يتجمع البط يبقى ايه؟ يبقى ثروب الجبين يحدد المريض هيحس بيه. نظام ميديم جبين وبعد كده يحس ثروب الجبين. اي جبين تمام كده؟ في حاجه بتزوده زي ما كنا بنقول مثلا البين بتاع الكورنيا الاكبر بيزيد لما المريض يرمش يعمل بلينكينج. طيب البين ده يزيد بايه؟ يزيد لو المريض حاول يحرك عينيه. انت عندك كل ده بقى انفلاميشن وبقى ضغط. لو كانت العين بقى بتتحرك في وسط البط يعني المريض حاول يبص فوق يبص يمين يبص شمال ده يزود قوي البين. يبقى البين ده بيزيد في الكوبيولا موتيلي. ماشي كده يا جماعه؟ ادي اول علامه او اول سيمتوم يشتكي منها المريض لوكال ان هو باصص قدامه كده عنده كبير بين ولو حاول يبص في اي اتجاه تاني يمين او شمال البين ده يزيد جدا. تمام كده؟ طيب لما المريض يبقى عنده بين مع البوكيولا موتيلي طبيعي انه ما يقدرش يحرك عينيه كويس، حركه العين تبقى ليميت. لما يجي بقى المريض ده يبص يحاول يبص بعينين الاثنين مع بعض على ناحيه معينه كده. في عين سليمه هتبص بسهوله مفيش مشكله. وفي عين بقى حواليها بطن والحركه بتاعتها ليميتد ما تقدرش تبص زي الثانيه. لما اجي انا بقى ابص في ناحيه وعين تروح معايا وتبص والعين الثانيه ما تقدرش تروح يبقى انا يجي لي ديبلوبيا. فهي دي كاني بس هي مش كده يعني. كأن واحد عنده بلدين في السويس صح؟ يعني انا جيت ابص على حاجه في الجنب كده عين راحت على الاوبشن وبص عليه والعين الثانيه اتحركت حركه خفيفه والوجع وقفها. تمام كده؟ يبقى المريض ده السيمتوم الثانيه اللي هيبقى عنده ديبلوبيا. ادي السيمتوم الثاني. طيب الاوربيتال سيلولايتس بالوصف اللي انا بقوله ده الوصف ده تأثر على الفيجن في حاجة؟ لا ما تأثرش على الفيجن. بس احنا عندنا يا جماعة قاعدة إن أي انفلاميشن
كنا بنحفر مع بعض كده من زمان لو قلت لك فيه الكونفيكيشن بتاعته هتكون ستريت. طب لما يبقى عند المنطقه دي مليانه بطن مش في لايبيلتي بيحصل ستريت على الاوبتيك نيرف، يحصل انفلاميشن في الاوبتيك نيرف اللي بنسميه اوبتيك نيرف. لو حصل اوبتيك نيرف مش النظر هيقل، تمام؟ يبقى دي سيمتوم الثالثه ان هي هيقل ديمينيوشن اوف فيجن، بس ده في حاله خاصه لو حصل اوبتيك نيورايت. يبقى السيمتومز اللي هيشتكي منها المريض بالنسبه لعينيه، اول حاجه المريض عنده وجع شديد، تخيل معايا كده المنظر، المريض عنده سيفير بين والبين ده بيزيد جدا لو حاول يحرك عينيه في اي اتجاه، عشان كده المريض اوتوماتيك بتلاقيه بيحاول يثبت عينيه ما يحركهاش عشان الوجع ما يزيدش. لو جه يحاول يحركها الحركه بتاعتها هتبقى مش زي الثانيه، هيجي له دبلوميا. ولو الحاله ثابت شويه لدرجه ان حصل ستريس ودخل المريض في اوبتيك نيورايتس هيتم الفيجن عند المريض. تمام؟ نيجي بقى نشوف ايه الساين بتاع الاوبتيك نيورايتس. الاوبتيك نيورايتس ده زي ما هنشوف مع بعض ايه الاسف الاوربيتال نيورايتس، زي ما هنشوف كده مع بعض يا جماعه. بصوره كبيره بتلاقي العين كلها ورمة كده اكيوت فتره الانفلاميشن في المنطقه دي كلها. فاول حاجه خالص ان انت هتبص على الايلت هتلاقي فيه كونجيشن تاني جديد مارك كونجيشن القديمة الايلت. تيجي تبص تاني حاجه على الكونجنتايفا تلاقي فيها برضه كونجيشن وإديمة، والإديمة في الكونجنتايفا لها اسم كده اسمها كيمونجا. ماشي كده يا جماعة؟ طيب دول حاجتين كده إيه؟ قارة كده كونجيشن وإديمة في الليل وفي الكونجنتايفا. لما يحصل انفلاميشن في الفايبروفاتيك ديشو ده مش أي انفلاميشن، بيجمع فلويدز ويجمع إديمة، يعني أي ديشو بيحصل له انفلاميشن بيورم كده حجمه بيزيد. طب لما التيشو اللي حصل فيه الانفلاميشن ده يتكسر كده وحجمه يزيد بالعقل، هل الجلوب دي تفضل في مكانها؟ لازم تدق الجلوب على قدام، دقت الجلوب على قدام تلاقي العين بقت بارزه كده لقدام، ده اللي احنا بنسميه يا جماعه بروكتوز. ماشي كده؟ ده اللي بيتقال عليه بروكتوز، ان العين اتدقت على قدام. احنا يا جماعه عندنا صور كثيرة خالص للبروتوز زي ما العقل عندنا دلوقتي، يعني بصوا كده. هنفترض يا جماعه ان في مثلا مريض عنده تيومر في الاوربت فوق هنا كده. مش التيومر ده لما يكبر يدق العين على قدام ويعمل بروتوز؟ تمام مفيش مشكلة. بس التيومر لما يبقى فوق هنا ويجي يدق العين هيدق العين كده في الاتجاه ده. هتلاقي العين بقت بارده لقدام ونازله لتحت. صح؟ ولو التيومر مثلا تحت هتلاقي دق العين، هتلاقي العين بقت بارده لقدام وطالعه لفوق شويه. صح كده؟ انما هنا بقى الزقه اللي هتنزقها العين دي هل هتبقى من اتجاه معين من فوق او من تحت او من اليمين او من الشمال؟ لا، ده من كل الاتجاهات. فبالنسبه للبرتول اللي تبقى العين بارده فيه دايركت على قدام، يعني مش جايه يمين ولا جايه شمال، بنسميها يا جماعه ايه؟ اكزيال بروبتوز. ده معنى الكلمه دي. يعني بروبتوز طالع مع الاكسس مباشره كده يا جماعه بتاع العين. تمام؟ انما في حالات ثانيه جايه لنا بقى بعد شويه بيبقى البروبتوز بتاعها نار اكزيال. تمام؟ بيبقى العين مدفوعه لقدام بس جايه يمين جايه شمال، الكلام ده كله. طيب يبقى المريض ده لو جينا تخيلناه كده مع بعض، واحد عنده كونجيشن وإديمة جامدة في الجلد والكونجيشن، العين باردة على قدام نتيجة الانفلاميشن اللي وراه. افتكروا لو جيت أعمل للمريض ده أوكيولار موتيليتي تيست، وأقول له حرك عينك، يعرف يحركها؟ ما يعرفش. يبقى المريض ده عنده ليميتيشن أوف موفمنت. المريض ده يا جماعه كده عنده ديليميشن تمام؟ ادي كلينيكال مانيفستيشن اللي باينه على المريض نتخيلها كده عشان الحاجه اللي جايه دي هتبقى في المنطقه الترومبوز كل الكلام ده هيبقى فيها، فهنزود كام كلمه بس.
المريض بتاعنا دلوقتي جنرال عنده مانيفستيشن فيفر وانوركسيا وليدك وماليه لوكالي في العين عنده كبير بين يجيب لو حاول يحرك عينيه المريض ده عنده ديزوبيا عشان عينه ما بتتحركش ولو الاوبت كلاس اتاثر يحصل سيميليوشن اوبريشن تبص عليه زي كونجيشن وإديما في الليب والكونجنتايف والعين بارده لقدام ومش قادر يحرك تمام؟ نيجي بقى على الكومبليكيشن المريض اللي عنده اوربيتال سيليولايتس ده ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ هتلاقي عندك لسته طويله من الكومبليكيشن كلها يا جماعه تحت عنوان ستريس اللي احنا قلناه قبل كده ان الانفلاميشن ما يفضلش واقف في المكان بتاعه ويعمل ستريس بصوا كده لو حصل ستريس اول حاجه على الاوبتيك نيرف هيحصل الحاجه اللي بنقول عليها اوبتيك نيورايت ونأثر على الفيجن ادي اول حاجه لو حصل ستريس على المقص اللي بتحرك العين يبقى اول حاجه يا جماعه بالستريس اهو اوبتيك نيورايت انت تخيل الانفلاميشن فين وممكن يروح على فين وهتكتب العناوين دي كلها حصل سبريد على الاوبتيك نيرف واوبتيك نيورايت حصل سبريد على المسل يعمل مايوسايت انفلاميشن في المسل لو عمل سبريد على الجلوب ما انت عندك بط وعندك بناوي بقى بقت حوالين العين لو عمل انفكشن وسبريد ودخل عن طريق السبيره جوه الجلوب ده هنسميه سام اوف ذا مايك الاوربت في فتحات واصله الاوربت من جوه في الليجن كريديان بوستر لو طلع الانفلاميشن من الفتحات دي يبدا يعمل ميننجايتس وممكن يعمل انكفالايتس وممكن يعمل برين اكل كل العناوين اللي بنقولها دي ببساطه كده هي تحت عنوان في الماتريكس برين تخيل مكان الانفلاميشن فين وقول لو الانفلاميشن بقى سرع في اي اتجاه ممكن يعمل ايه؟ ادي الكومبليكيشن اللي ممكن تكبر نتيجه الاوربيتال سيليولايت نيجي بقى نشوف يا جماعه في التريك هنعالج الاوربيتال سيليولايت دي ازاي؟ احنا يا جماعه عندنا في المبنى عندنا سكيم بعلاج اي انفكشن لو احنا ما فتحناش كتاب خالص وما نعرفش اي حاجه المفروض اي موضوع اقول لك ان هو اكيوت سيلولر انفلاميشن اقول لك اكتب لي العلاج بتاعه تقر بقى كلام كتير اول حاجه خالص هتلاقي تريتمنت اوف ذا كوز والكوز هتكتب ايه؟ في كوز اوف اورجانيز هنديله انتيبيوتكس ستيلر ولوكال معايا كده وفي عندي سورس اوف انفكشن لازم اعالج الفرصه في الفيكتور يعني المريض عنده اوربيتال سيليولايتس جايه له من بره بيتا فاينل مش هعالج الاوربيتال سيليولايتس لوحدها لازم هنعالج الفرصه في الفيكتور اللي هو الفاينل لايت اللي عندي العنوان الثاني اللي بنقوله في اي حاجه ايه؟ خلاص خلاص العنوان الثاني بقى ايه؟ وبصوا من ديزا ماشي يا جماعة وتقعد بقى تستطير وتشرح وتقول لكم الفيشن دي وظيفتها ايه؟ بتعمل كارون ماتيريال في السك وبتعمل فازو دايلاتيشن وده بيساعد انه بيعالج الانفلاميشن. العنوان الثالث ايه؟ ذا ريلج اوف ذا تشارج. والله لو الاوربيتال سيليولايتس ده اتجمع كميه ضغط وعمل اسس تمام يبقى لازم ندخل بعمليه نفتح الهدف ده اللي هو اسمه تريد شوف الاتشار قلنا كده في اي حاجه العنوان الرابع ايه؟ سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو فيه كلمتين كده بيتقالوا في اي حاجه انرجيتك فور بين وضرب بلاك فور فوتوفوبيا خامس حاجه ايه؟ تريتمنت اوف كومبليكيشن ادي العناوين اللي بتتقال يا جماعه اي حاجه هنزود عليكم بس في الاوربيتال سيليولايتس كلمه كده بتتقال ما تنسوهاش اوربيتالايتس هي العناوين العاديه ما غيرناش حاجه
مريض الاورجن كارديولايت ده يا جماعه ما بيعالجش البيت، ده المريض اللي انت بتكتب له روجيتا ويروح ياخد العلاج بقى. مريض الاورجن كارديولايت ده لازم يبقى هوست طبيعي، لان لازم مثلا انت كدكتور او دكاتره في المستشفى يشوفوه على الاقل مرتين في اليوم، لان المريض ده ممكن يدخل في كومبليكيشن تتبع عمليه اسفل. تمام كده؟ يبقى ده الايه؟ العلاج بتاع الاورجن كارديولايت. ماشي كده؟ نيجي بقى يا جماعه نشوف الموضوع اللي بعد كده اللي هو ليه شبه الكلام ده كله، مش هنمسحه بس هنزود عليه بس شويه حاجات. العنوان اللي بعده اللي هو كاديرما طيبه ترومبوزي. أول حاجة يا كل الفيروس درينج اللي راجع من العين راجع في النهاية على الكابيرما الفيروس. إيه اللي أنا عاوز أعرفه عن الكابيرما الفيروس؟ أول حاجة طبعا إحنا عندنا كام كابيرما الفيروس؟ عندنا اثنين أوثرايز وأوثرايز، بس الاثنين مش مفصولين عن بعض. يعني أنا مثلا لما كان عندي أوربيتال سيلولايتس الأوربيت اليمين مش واصل على الاوربت الشمال، لا ده لوحده ده السيف وده السيف. انما الكافيرنا الصايره لا، الكافيرنا الصايره عندي واحده يمين وواحده شمال، بس الاثنين في ثلاثه انتر كافيرنا الصايره واصله مني. يبقى لما يحصل بالعقل كده انفلاميشن في واحده هيبقى بيت رابت اكسبريس يحصل للثانيه. فدايما المانيفستيشن بتاعت الكافيرنا الصايره ترومبوزس هتبقى اول كلمه فيها انها باي لاترال. دي اهم حاجه، يبقى هي هتبدا المانيفستيشن على ناحيه يوني لاترال، بس بسرعه جدا في خلال اقل من 24 ساعه هيحصل ستريس على الناحيه الثانيه وهتبقى المانيفستيشن باي لاترال، لان الكافيرنا الصايره في اليمين كونكتد مع الشمال، الاثنين زي حاجه واحده. طيب ايه الاستراكشرز اللي معديه في الكافيرنا الصايره؟ لو تفتكروا من الاناتوم الدرجة الجنرالية يا جماعة بتكلمنا فيها هي سهلة خالص. الحاجات يا جماعة رايحة على ايه؟ اللي هم الثلاثة نيرف الموتر اللي هم الكرينيال نيرف ثلاثة وأربعة وستة. تمام يا جماعة؟ وعندنا النيرف سنسوري بتاع العين اللي هو ايه؟ الأوفتالميك ديفيجن بتاع الكوريجينال ده اللي رايح على العين. تمام كده؟ بيزيد عليهم ايه بقى؟ الماكسيلاري ديفيجن كمان بتاع الترايجيمينال، ويزيد عليهم الانترنال كاروتيد ارتري. خلوا بالكم يا جماعه الانترنال كاروتيد ارتري ده معدي جوه الكابيلار سايت، بس البلاط جوه الانترنال كاروتيد ما هوش كونكتد مع البلاط جوه الكافيرنال سايلنس. ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. يعني الانترنال كاروتيد ده ارتري هو ارتري البلاط اوكسجينيتد، الضغط جوه الانترنال كاروتيد عالي لان ده ارتري. انما الكافيرنال سايلنس دي فينا سيستم. تمام؟ فالبلاط اللي فيها ده فينا بلاط له كرايتيريا ثانيه والضغط فيه قليل، يعني ده مش كونكتد مع ده. يعني المنظر عامل ازاي في الاناتومي؟ الكافيرنال سايلنس دي عامله زي اوضه كبيره زي اللي احنا واقفين فيها دي. والانترنال كاروتيد عامله زي ماسوره معديه جوه الاوضه دي. الماسوره مش فاتحه على الاوضه. فاهمين يا جماعه المنظر ده؟ الانترنال كاروتيد مش فاتح على الكافيرنال سايروس، لا هو معدي جواه. يبقى دي الاستراكشر اللي هي موجوده جوه الكافيرنال سايروس، ودي الاستراكشر اللي هتتاثر لما نيجي نتكلم بقى في الموضوع بتاعنا اللي هو الكافيرنال سايروس ثرومبو. نشوف بقى الكابيرنا سايلنا ترومبوزس دي لو جينا نرتبها برضه واحده واحده، دي عباره عن ايه يا جماعه؟ دي عباره عن ترومبو فيليب فايلر. لو انتوا تفتكروا الترمينولوجي ده من الباثولوجي، يعني ايه؟ حصل انفلاميشن الوول بتاع الفين، فالانفلاميشن ده خلى الوول
الخشن اتكون عليه ثرومبوز. يعني ده عبارة عن انفلاميشن زائد ثرومبوز في الكابيلر سايت. ده فطنه كده كده الكلام اللي انا بقوله ده بيبدا على ناحيه يونيلاترال وبسرعه يتنقل الناحيه الثانيه فيبدا يبقى بعد كده ايه؟ يبقى باي لاترال. تمام؟ يجي الانفلاميشن لمين؟ للكابيلر سايت. زي الاوربيتال سيلولايز كده، هي الاوربيتال سيلولايز بيجي لها الانفلاميشن منين؟ بيجي لها عن طريق البلط في الاورجانيزم ماشي في السيركوليشن وجه وقف في الكابيلر سايت، يا اما بيجي لها من استراكشرز ايه قريبه منها اللي هو عن طريق الفيروس دريمج اللي راجع. الكابيلر سايت دي عماله بتلم فيروس دريمج من مناطق كتير. لو المناطق دي فيها انفكشن والاورجانيزم راجع مع الفيروس بلط هيعمل كابيلر سايت في ايه؟ ثرومبوز. ايه المناطق بقى اللي راجع الفيروس دريمج منها؟ اول حاجه عندنا العين كلها، الجلوب كلها راجعه على الكابيلر سايت. تمام؟ راجع على الكابيلر سايت البارا نيزال سايت. فلو فيها انفكشن هيبقى ده ريسك للكابيلر سايت ثرومبوز. السكين والسبكيوتينيوس تيشو بتاع بعض مناطق الفيس اريوس اوف فيس، حتى كانوا بيقولوا لنا كده ان في حاجه اسمها دينجرس اريا او فيس، لو طلع لك انفكشن فيها او كده بيبقى في ريسك ان الانفكشن ده يعمل سبريد ويروح على الكابيلر سايت. تمام كده؟ يبقى دي الحاجات اللي توصل الاورجانيزم وتوصل الانفلاميشن للكابيلر سايت ويحصل عليها ثرومبوز. تمام؟ نيجي بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكابيلر سايت. أول حاجة يا جماعة هيبقى عندنا سيمتوم، ثاني حاجة فايروس. نشوف كده إيه الاختلاف هيبقى بيننا وبين اللي فات. أول حاجة خالص هنا إحنا قلنا ليه؟ الكابيلر سايت برضه لما يحصل فيها ثرومبو في الفيروس يعمل بين. ليه يا جماعه؟ لان الثرومبو اللي هتتكون هتضغط على السنسوري نيرفس اللي معديه دي. فنتيجه الضغط على السنسوري نيرفس هيبقى عندنا كبير بين، يبقى برضه هنا عندنا البين. ماشي كده؟ جميل. لما احنا نيجي نضغط على الموتور نيرفس اللي في الكابيلر سايت 3 و4 و6 المريض ده يطلع يحرك عينه يمين او شمال؟ لا. بس الكلام ده لو في البدايه انت شفته هيبقى الكلام ده في عين واحده، هيبقى المريض عنده عين بتتحرك وعين لا، يقوم يجيله ايه؟ ديبلوبيا. يبقى كنا البين زي الاوربيتال سيلولايتس بالظبط وقلنا الديبلوبيا. تمام يا جماعه كده؟ تمام. ثالث حاجه ديمينيوشن اوف فيجر. الكابيلر سايبر دي مش هي اللي راجع عليها الفيروس بلس بتاع العين كلها؟ احد الحاجات اللي راجعه سنترال ريتينال فين. لما الكابيلر فيروس تتقفل بثرومبس ما يقدرش الفيروس بلس يرجع من السنترال ريتينال فين، يقوم يدي مانيفستيشن شبه السنترال ريتينال فين اوكليوشن بالظبط، انه يحصل ايديما ويحصل ديمورج في الريتينا، فده يتقفل الفيشن. يبقى هيبقى عندنا بين وهيبقى عندنا ديبلوبيا، دي نفس الايتمز اللي فاتت، وهيبقى عندنا ديمينيوشن اوف فيجن. كل الكلام ده لغايه كده قلناه هو هو في الاوربيتال سيلولايتس بس بنزوده في الكابيلر سايت هو هو. طب ايه اللي اتغير؟ ايه اللي فات؟ لو عايزين نكتبهم بقى الحاجات الخاصه بالايه بالكابيلر سايت كده لوحدها. اول كلمه يا جماعه عشان ما نتلخبطش ان المانيفستيشن دي very early تبقى بايلر. ادي اول كلمه تقولها. الكابيلر فايلر دي جوه الكرينيال جانب، فلما يبقى عندنا انفلاميشن جوه الكرينيال جانب يبدا يعمل سيريبرال سيمتومز اللي هي كوما. الكابيلر فايلر دي حاجه كبيره، حاجه تقيله،
يعني لو ما تعديش السرعه المريض بيموت. واول ما بيجي الواحد كمان ربنا ترمز بين اكوماتوز وبيدخل عنايه مرتده ما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش مريض عادي كده عنده انفلاميشن وبيتحرك ورايح وجاي نفس صوره كبير، يعني بيبقى عندنا نزود فيها كلمه سيريبرال سيمبتوم اللي هي زي الكوما. تمام؟ نيجي نشوف السلايد اللي هنشوفها على المريض اللي عنده كابيرنا سايرس ترومبوز. الكابيرنا سايرس لما بنتقفل بترومبوز الفينا الطريق اللي راجع من العين يلاقي السكه مسدوده صح كده؟ يقوم يحصل للمريض كونجيشن وليديما في الليل، ويحصل للمريض كونجيشن وليديما في الكونترسايد. التيشوز اللي ورا العين اللي كلها هتبقى ايديميتال وكونجيستد حجمها هيكبر في القلوب بالسقع على قدام، فيحصل ابيض بروتوز. ولما بضغط على الكرينيال نيرف اللي بتحرك العين يبقى عندي ليميتيشن اوف موشن. صح يا جماعه؟ في الكابيرنا سايرا ترومبوز الاربعه تايب اللي قلناهم في الاوردنال سيلوريتس بيتقالوا ازاي؟ الفينا سيلوريتس واقف سكته اتسدت لان حصل ترومبوز، فيحصل كونجيشن وإديما في الليل وكونجيشن وإديما في الكونجنتايفا. التيشو اللي ورا العين اللي هي الباك تيشو كل الفينا سيلوريتس اللي راجع منها وقف، فهي هيحصل لها سويتشو إديما. لما هي تتسبك كده وتبقى إديما تزق العين لقدام يحصل ترومبوز. واحنا اتفقنا المريض ده اضغط على الكرينيال نيرف 3 و4 و6 يبقى المريض ده هيبقى عنده بارادس، يبقى هيبقى عنده ليميتيشن اوف موفمنت، يبقى كل الاربعه ايتمز دول هيتحطهم هيتقالوا في الكابيرنا سايرا ترومبوز. طب يزيد عليهم ايه؟ الحاجات بقى التايمز الخاصه بالكابيرنا سايرا ترومبوز ذات. اول حاجه خالص كبير صغرى اوربيتال بين اند سنتر. هي المنطقة دي. المنطقة دي لو المريض صاحي ما هوش يعني فايق وما هوش كوماتوز أو حاجة زي كده هتبتدي يصرخ من المنطقة دي. ليه يا جماعة؟ لأن المنطقة دي فيها السوبرا تروبيا والسوبرا أوربيتال نيرفز اللي هم نهاية الأوكسامبل ديفيجن أوف تراجيمينال نيرفز. الضغط على الاوكسامبل ديفيجن بتعمل فيري سيفير بين، تمام؟ يحسوا المريض في المنطقه دي. وانت لو بتضغط عليها كده يبقى عنده مارك سيلدر، ده اول علامه في الكابيرنا سايرا ترومبوز. مارك بين اند سيلدرنس في السوبرا اوربيتال ريجن. الحاجه الثانيه احد الاماكن اللي هي الفينوس ريمج بتاعها راجع على الكابيرنا سايرا في المنطقه دي. المنطقه دي اللي هي ايه؟ السكن والسب يوتيريال تيشو فوق الماكتويد بول. المنطقه دي سبيسيفيكالي كده راجع على الكابيرنا سايرا. لما الفيروس ريزز يتقفل مش يحصل كتيره في المنطقه دي، تلاقيها فيري كاركترستيك الحته اللي ورا الود دي بقت سولن وكبرت خالص كده. وبقت تحط ايدك عليها تلاقي تحتها ميه، الفيروس ريزز واقف. يبقى هتلاقي الحاجه الثانيه إديما اوفر ماكتويد بول. هذه العلامة الثانية بتاعت الكابيرنا سايرا. الحاجة الثالثة هو أنا لما أضغط على الكرينيال نيرف 3 و4 و6 خليكم معايا هو وقف شغلهم. مش الإكسترا أوكيولار ماسل ما بتتحركش والعين اللي أثبت تكامل جميل خالص. البيوم اللي يحصل لها دي لما وقف الكرينيال نيرف 3 و4 و6، 4 و6 مالوش دعوه بالبيوبل. اللي له دعوه بالبيوبل الكرينيال نيرف 3 الاوكيولوموتور نيرف. هو الاوكيولوموتور نيرف ده لو انا قطعته وحطيته بالمقص يبقى المشكله اللي هتحصل اسمها ايه؟ اسمها ايفرنت بيوبيلر ديفكت. صح يا جماعه كده؟ وفي الايفرنت بيوبيلر ديفكت البيوبل تبقى شكلها ايه؟ بتبقى دايليتد فيكتد. صح كده؟ يبقى هلاقي البيوبل عند الناس دول دايليتد فيكسد بيوبل. معايا يا جماعه كده؟ طيب البيوبل لما تبقى دايليتد وفيكسد اهي. انا لو جيت اضغط البندر عند المريض تتوقع بالعقل كده يبقى نورمال ولا تشوف فيه مانيفستيشن؟ اللي هي ايه بقى؟ نفس المانيفستيشن بتاعت السنتر ريتنال بين اوكليوس. مش السنتر ريتنال بين مش عارف يفرق
المرض اللي فيه نفس الفكره اللي هي كل شيء كان بيقول دي ما سردت ده والبيض ده الاطرش والجورج والبلاط وتلاقي كده بالديمه ماشي كده. يبقى لو جيت ابص على المرض انا البيكسر هو سنتر لرينا الزين اوكليوز معايا يا جماعه. يبقى طيب خلوا بالكم بس معايا اللي قدام الكتاب هتقرا في روبوت واحده واحده كده اللي قلناه مختلف عن الاثبات. اول حاجه المانيفستيشن بتاعتها باي لاترال وعرفنا السبب. السيمبتوم بتاعت الاوربيتال سيليولايتس هي السيمبتوم اللي هنا بس زودنا هنا السيليبرال سيمبتوم هي الكور. الاربعه تايب بتوع الاوربيتال سيليولايتس هم اربعه في الكابيرنا فيرا ثرومبوزس بس زاد عليهم اربعه تانيين خاصين بالكابيرنا فيرا ثرومبوزس بس اللي هم سي دي الصدرة اوربيتال بيز انتسيبرتن إديما أوفر مستويد بول دايليتد بيكسل بيوبل. لما أبص على الفترة ألاقي البيكسر لايك سنترال ريتنال بين أوكليوز ماشي يا جماعة كده. أدي الضربة على الحاجات اللي هيزيدوا في الكابيرنا في طيب كل الكلام اللي هناك هيتقال. لو كنت أحب إن أنا أعالج الكابيرنا طيب البروموز ده خلوا بالكم يا جماعة أنا عندي أورجانيزم وصل عمليه الضاره ليزر فايروس عمليه اي حاجه للكابيرنا فايروس برضه هعمل تريتمنت اوف ذا كود تمام. وبرضه هنعمل الاوبتمايزيشن لو اتجمع بالتكسار مثلا عمل اسس في البريد لازم يتفتح لازم سيستماتيك تريتمنت لازم تريتمنت اوف كومبليكيشن تمام كده. ولازم هوسبيتاليزيشن برضه. ما ايه الكلمه اللي هتزيد هنا في الكابيرنا فايروس؟ انترا بينا لبنين ما تنساهوش انت عندك في الباثولوجي ثرومبوز لازم تدي كده هنا ليه علشان ما يحصلش ديستيميليشن للثرومبوس عشان الثرومبوس ما تفضلش تكبر 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 ماشي يا جماعه. يعني انت لما تيجي تذاكر عشان المذاكره تبقى سهله تذاكر الكلام بتاع الاوربيتال سيليولايتس الاول بعد كده الكابيرنا فايروس تزود عليهم شويه دول بس. دي الحاجات الخاصه بالكابيرنا فايروس لوحدها. تعالى يا جماعه كده معايا يا جماعه ولا في مشاكل؟ في مشاكل يا جماعه ولا انتوا كويسين؟ ماشي كده؟ ثايرويديزم زي ما احنا عارفين او ناس عندهم بالعكس
هايبو ثايرويدين او ناس عندهم نورمال ثايرويد فانكشن. اي حاله من حالات الثايرويد جلاند ممكن يحصل معاها الثايرويد اوبثالموماس اللي احنا هنقوله ده. دي اول حاجه الموضوع مش بس مرتبط بالثايرويد اوكسيدوزيس، لا ده حتى الهايبوثايرويدزم او النورمال ثايرويدزم تمام. الثايرويد اوبثالموماس ده ممكن ان هو يبقى يوني لاترال او باي لاترال. ليه؟ لان احنا دايما بنبقى متخيلين ان المشكله ما دام في الثايرويد جلاند يعني مشكله في السيلف لازم هتاثر على عينين الاثنين مع بعض، لكن في الحقيقه في مرضى كتير جدا يجي لك بيوني لاترال دورتوزس من مشكله الثايرويد. يبقى ممكن المشكله دي تبقى يوني لاترال او تبقى المشكله دي باي لاترال. طيب فده احنا يا جماعه قلنا ان ممكن المشكله دي تحصل مع الهايبوثايرويديزم او مع النورمال ثايرويديزم، العلاقه ما تجيش في الثايرويد هرمون مش هو المشكله. امال الباثولوجي بقى دي عباره عن ايه؟ اول حاجه يا جماعه بيبدا الباثولوجي ده اوتو اميون رياكشن، هو اللي سبب مش مفهوم كده بيبقى فيه اوتو انتيبودي بدأت تهاجم حاجات طالعين بسلسلة ما كانش المفروض إنها تهاجمها قبل كده. الحاجات دي بقى اللي بدأت تهاجمها اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن الفات تيشو أوف أوربت أند إكسترا أوكيولار ماكولار. دي الحاجات اللي بتهاجمها في الأوتو أنتيبودي. دي حاجات طبيعية بس حصل حاجة غلط احنا مش عارفينها بدأت الاوتو انتيبودي تهاجم. لما تهاجم الاستراكشر دي الفات تيشو بنحوط العين مع الاستراكشر الرمادي، النتيجه اللي هتحصل ايه؟ اول حاجه خالص ايرلي التيشو دي يحصل فيها اديما ويحصل فيها ليمفوتيك انفلتريشن ويحصل فيها ديبوزيشن اوف كولاجين اند ديوكو بولي ساكرايد. الثلاث حاجات دول لما تفكر فيهم كده خلاصتهم ان التيشو دي تتمسك ويحصل لها تويلنج اللي هو الفاتي تيشو اللي حوالين العين والعضلات اللي حوالين العين اللي هم السته اكسترابيولار ماسك يجمعوا ميه ويتلفوا كده ويبقى فيهم اديمه ويحصل فيهم ليمفوتيك انفلتريشن ويحصل فيهم ديبوزيشن للكولاجين وميوكوبوليساكرايد. فالتيشو دي تتلف مبدئيا كده لما التيشو دي يحصل لها سويلنج العين يجرى لها ايه؟ يحصل لها بروكتوز بقى تمام كده؟ ده ايرلي. طيب لما الحاله دي انت تسيبها ما تعالجهاش تقعد فتره طويله ليه؟ يحصل في التيشو دي فايبروزيس والفايبرس يعمل سكارن وتنكبش على بعض. يبقى الباثولوجي يا جماعه اهو اوتو اميون رياكشن بيحصل اجين في الفاتي تيشو اوف ذا اوربت والاكسترا اوكيولار ماسل يحصل فيها ايرلي اديما وليمفوسيتك انفلتريشن و ديبوزيشن اوف ميوكوبولي ساكرايد اند كولاجين وليه يحصل فيها فايبرس تمام. اشهر حاله بقى من الحالات بتاعت الثيرويد اوكسالموباثي هي الحاجة المشهورة أوي اللي بنسميها جريفن ديزيز، اللي هي الحالة اللي أنتم ممكن تكونوا سمعتوا عنها في الفيزيولوجي اللي هي الثايروتوكسين اكزوستر. احنا قلنا يا جماعة احنا مش مرتبطين بإن واحد عنده هايبر ثايروديزم، لا ممكن ناس عندها هايبو أو نورمال، بس ده أشهر صورة من صور الثايروتوكسين. انه يجي الواحد عنده هايبر ثايرويديزم نسميه ثايروتوكسيك اكزوستر. الديزيز ده الكرايتيريا كده بتاعته انه بيجي عاده في الميدل ايجز في مين؟ بيبقى الست دي عندها ثايرو توكسيكوز. الثايرو توكسيكوز ده يا جماعه بيعمل مانيفستيشن انتوا قريتوها في الفيزيولوجي مثلا زمان او كده، هو ده مش موضوعنا بس هي مكتوبه في كتب الرمض يعني.
هتلاقي كلك ايه المانيفستيشنز اللي ربنا يقطع عليك دي بقى الكتاب اللي تقدر عليه يعني. يعني المريض ده عنده لوفا كويس، عنده سويتنج، عنده تريمر، عنده ايه المانيفستيشن بتاع السيروس السكوز. تمام كده يا جماعه؟ زياده في الهارت ريت، عنده بالتيشن، الكلام بقى اللي ايه اللي ممكن يكونوا فاكرينه ده. كل المانيفستيشن بتاع السيروس السكوز باينه على المريض. تمام؟ نيجي بقى على المانيفستيشن اللي تهمنا شغلنا احنا. ايه اللي بيتم بقى عندنا احنا؟ بصوا يا جماعه هيتم اربع حاجات اللي هي بنسميها بقى اوكيولم تايم. اول حاجه خالص بروكتوز، نكتبهم مع بعض كده. ثاني حاجه ليت ريتراكشن. ثالث حاجه سوفت تيشو انفولفمنت. رابع حاجة ريستريكتيف مايوبي. تمام؟ يعني انت لما تيجي تشوف ايه المانيفستيشن بتاعت الجديد هتلاقي متقسمه في الكتاب عندك حاجتين. هيقول لك في اول عنوان جنرال مانيفستيشن بتوع السكول، وقاعد يقول شويه كلام كده قول منه اي حاجه ده مش موضوعنا يعني اللي هو الجنرال مانيفستيشن دي. احنا اللي يهمنا بقى وبنكتب فيه كويس الاوكيولار سايز. الاوكيولار سايز يا جماعه عندنا اربع عناوين: بروتوز، ليد ريتراكشن، سوفت تيشو انفولفمنت، ريستريكتد سايز. تبدا تشوف الكلام اللي هيتقال عليه. بروتوز يعني العين بتبدا قدام زي ما قلنا وبيبقى اتجاه البرود يا جماعه اكبر. طبعا السوفت تيشو بتاع الاوربت مع الاكسترا اوكيولار مانتل لما يكتبوا كده ويحصل لهم سويلنج هيشوفوا العين دايركت على قدام. تمام كده؟ جميل. الصفه الثانيه في البروتوز ده حاجه مهمه قوي فيه ان هو ريديوسيبل. ريديوسيبل يعني ايه؟ في يا جماعه واحد بيطلع له تيومر ورا العين فيلاقيه داخل العين لقدام كده وعامل بروتوز. لو جيت انت خليه خبط عليه كده وحطيت ايدك على عينيه وتضغط هتحس فيه ريزيستنس جامده لان في تيومر واقف ورا العين. يعني لما تحاول ترجع انت العين لورا ما ترجعش معاه. انما هنا اللي ورا العين تيشو منفوخه بشويه ميه. فلما انت تيجي تحط ايدك على عين المريض وتزق كده لورا تلاقي العين ترجع معاه. فبالتالي البروتوزس في الوقت ده ريديوسيبل. يبقى هو اسيا طالع لقدام وريديوسبل يعني ممكن ارجعه لورا في البرشن. تمام كده؟ الحاجه الثانيه ليه؟ ريتراكشن. احنا عارفين يا جماعه ان البطل اللي بترفع الابر ليه عندنا عضله تراب اللي هي الفيتور بالفيتور سوبريور مصر وعضله ثانيه ايه؟ الفيتور اللي هي المولر مصر. تمام؟ لما يبقى واحد عنده سايكوسكوزس ثايرويد هرمون ان جنرال كده بيعمل فاتيليتيشن للادرينرجيك سيستم وبيعمل فاتيليتيشن للاكشن بتاع الادرينالين ونوع الادرينالين فبيزيد عند المريض كل السيمباتيك مانيفستيشن وده اللي بيعمل للمريض التريمون وده اللي بيزود الهارت ريت عند المريض. كل المانيفستيشن دي سيمباتيك زادت لما الثايرويد هرمون عالي. تمام؟ فالمولر ماسل اللي شاده العين كانت هتعمل حاجه اسمها ليد ريتراكشن يدخل القبر من تلاقي عين المريض مفتوح. احنا عارفين يا جماعه ان الوضع الطبيعي بتاع الابر ليد ان هو يبقى ايه بالنسبه للكورنيا؟ ضغط الابر وان سكسور ذا كورنيا من 1 ل 3 مللي. لو نزل عن المستوى ده هسمي المشكله دي توتال، ولو طلع بسميها ليد ريتراكشن. يبقى ليد ريتراكشن ده عكس التوتال ان الليد مش بقى نازل او حتى في وضعه الطبيعي لا ده مسدود لفوق. طب الشده اللي هي الفوق ديت هتخلي الليد هو المفروض اقل حاجه بطي 1 مللي. هنا مش هتلاقي بطي اي حاجه من الكورنيا خالص. هتلاقي المنظر عامل كده. ادي يا جماعه مثلا القبر ليد اهو الطبيعي بالنسبه لوضع الكورنيا انه لازم يبقى كده. ده الطبيعي. لازم يبقى مغطي من 1 ل 3 مللي، لا هيبقى المنظر مش كده. هيبقى يا اما مش مغطي حاجه وظبط عامل تاتشنج السوبيريور ليمبر كده او كده. حته من السكليرا باينه فوق الليد. ده اول حاجه يا جماعه تعريف الليد ريتراكشن. انا هقول الليد ريتراكشن ده عباره عن ايه؟ عباره ببساطه كده
على ان الاضر ليه مارجن يا اما ان هو تاتشنج السوبيريو ليمبر اور اباف سوبيريو ليمبر، يعني مش مغطي اي حاجه من الكورنيا، يا اما غطي تاتشنج وبقى اقل حاجه في النورمال بيغطي 1%، هو ما بقاش مغطي 1%، يا تاتشنج السوبيريو ليمبر يا اما كمان اباف السوبيريو ليمبر، يعني كانت من الكبيره بايظه. ادي تعريف الليدر تراكشر. الليدر تراكشر ده نتائجه بقى على المريض تبان بصورة ايه؟ اول حاجة خالص يا جماعة يبان بصورة ستارنج لوك. ستارنج لوك يعني انت لما تبص للمريض يتهيألك انه مبرد جامد، هو في حركة عين غامضة بسبب ان الايدز ايه مشدود لفوق، ده اللي احنا بنسميه ستارنج لوك. الشدة بتاعت الليدر الجامده فوق دي بتخلي المريض ما يلمسش كتير. يعني بتخلي المريض عنده infrequent blinking. بسبب ان الاي ليد اللي فوق مشدود جامد مش عارف ينزل بحركه البلينكينج الطبيعيه. الحاجه الثالثه ان الليد ريتراكشن ده يعمل حاجه يا جماعه اسمها ليد لاج. لاج يعني ايه اصلا؟ لاج يعني تاخير، صح كده؟ المفروض يا جماعه انا لما ابقى باصص قدامي كده على طول وابص تحت، المفروض الابر ليد قلنا دايما حركه الابر ليد تابع لحركه الجلوب، الجلوب لما تبص لتحت تلاقي الابر ليد راح نازل على طول لتحت، تمام؟ في نفس اللحظه يعني مفيش لاج مفيش تاخير ما بينهم، بصيت لتحت في نفس الثانيه تلاقي الابر ليد نزل لتحت، هنا لا هنا الليد ما يعرفش ينزل بسرعه. ليه؟ لأن الليد مشدود بعضلة في أسفل لازم ياخد وقت، لازم على ما العضلة دي ترتخي ويقدر ينزل، فتلاقي المريض يحصل بالظبط كده، يبص لتحت وتلاقي الليد لسه عنده مرفوع لفوق كده. ولما يقعد باصص لتحت مثلا دقيقة واحدة واحدة تلاقي الليد عمال ينزل ببطء. على ما العضلة اللي شادة دي تهوي شوية وتسمح للليد اللي ينزل. ده اللي بنسميه ليد لاج، اللي احنا هنقول إن الديفينيشن بتاعه هو عبارة عن ديلي. تتم اوف ابر ليد ويز داون جير. لما المريض يبص في الداون جير يعني يبص لتحت يبقى في ديليد ستيب ينزل متاخر في الابر ليد. كل دي حاجات اللي هي نتيجه الايه؟ الليد تراكشن. يعني هنقول ايه هو ودي المانيفستيشن الثلاثه بتاعته. تمام؟ العنوان اللي بعد كده soft tissue involvement اللي هي ببساطه خالص المريض ده عنده يا جماعه congestion and edema زي ما اتعودنا في معظم الحاجات وليه عند كل بنغير. ده المقصود بالsoft tissue involvement. العنوان الرابع restrictive myopathy. احنا قلنا يا جماعه كده في الباثولوجي بدايه الباثولوجي ان التيشوز يحصل لها سويتنج للديما والانفلتريشن والديبوزيشن. نهايه الباثولوجي ايه؟ فايبروز. لما يحصل فايبروز في الاكسترا اوكيولار ماسك. العضله اللي بقت فايبروز دي تقدر تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن زي الطبيعي؟ لا، هتبقى دايما فايبروز وكونتراكتد كده نتيجه الكونتراكشن بتاع الفايبروز تيشو ومنسوكه على الوضع ده خلاص. يبقى هيحصل ريستريكشن للاوكيولار بوتين. ما الاوكيولار موتيلتي بتاعتنا خلي بالكم يا جماعه مش معتمده بس على الكونتراكشن، معتمده على الكونتراكشن والريلاكسيشن. يعني انا علشان ابص يمين كده لازم يحصل حاجتين اثنين، لازم اللاترال ريكتر تعمل كونتراكشن والميديان لازم تفوق تعمل ريلاكسيشن. افرض اللاترال ريكتر عندي سليمه بس الميديان ريكتر فيها فيبروز وقفشه كده وما بتعملش ريلاكسيشن خالص، اعرف ابص يمين؟ ما اعرفش ابص يمين. هل اكمل المشكله هنا ان في بلالز في عضله؟ اكمل المشكله دي بلالتك؟ لا، اكمل ريستريكتد. صح؟ وقلنا مع بعض كلمه كده انا قلتها لكم زمان وقلت لكم مهمه جدا وبنتكلم فيها كتير، ازاي افرق بين البلالتك ليزن والريستريكتد ليزن؟ طب الحمد لله بس فورس الضغط ممكن. الفورس الضغط عشان تست ده في البلالتك ليزن يطلع ايه؟
يطلع ليه كده؟ انتوا فاكرين يا جماعة اي حاجة باللي انا بقوله ده؟ الحمد لله. فرد الضغط كان ثاني يا جماعة حتة دي مهمة معلش. بص يا جماعة انا قلت للمريض يبص يمين الناحية كده معرفش يبص. معرفش يبص في اتجاه دي معناها ان عنده ليميتيشن اوف اوكيولار موبيليتي. صح كده؟ ايه الاحتمالات اللي ممكن نعمل كده؟ اول حاجه ان يبقى عنده باراليتيز في اللاترال ريكتر مش قادر تعمل كونتراكشن. يبقى ده اسمه باراليتيك ليزر اول سبب. او الاحتمال الثاني ان الميديال ريكتر هي اللي فيها كونتراكشن وعامله ريستريكشن للحركه مأيده العين. تمام؟ فسمي ده ريستريكتيف ليزر. ازاي افرق بين البلاستيك ليجن والريستريكتيف ليجن؟ بالفورس الضغط بندخل المريض اوضه العمليات وننيمه جنرال انستيزيا. انا اللي بحرك العين ضغط يعني حركه ولا بسمي التست فورس ضغط يعني حركه فورس حركه بالعافيه حركه انا اللي بعملها في اوضه العمليات على عين المريض بنمسك العين المريض بايدينا كده بالالات بتاعتنا وابدا انا احركها يمين وشمال. تفتكروا لو السبب كان برنامج في عضله تتحرك العين معايا ولا ما تتحركش؟ تتحرك. انما لو السبب عضله فيها فايبروزس وريستريكشن هادي انا بخش العمليات احرك العين الاقيها برضه ما بتتحركش. يبقى ده بيفرق بين الباراليتيك ليجن والريستريكتيف ليجن. وتلاقي في كلمتين تحت كده اهو مكتوبين اهو صفحه 91 اهو من تحت كده. تقروا يا جماعه دي الفرق بين الباراليتيك سيزر والريستريكتيف سيزر بالفورس الضغط ده. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى ده ايه؟ ده اللي بنسميه ريستريكتيف مايوبس. تمام كده؟ طيب كده معايا بالراحه كده. لما يجينا يا جماعه سؤال زي ده في جنرال مانيفستيشن ستارت اوف اي حاجه الاوكيولار تايم اكتب الاربعه دول واشرح الكلام اللي احنا قلناه. لو الحلقه دي ما اتعالجتش كويس ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ هنلاقي عندنا يا جماعه حاجتين اثنين. اول حاجه خالص البروكتوز ده سبب من اسباب اللاج اوف تالموس. كلمه لاج اوف تالموس يا جماعه معناها العين مش قادره تقفل اللد مش قادر يقفل على البلوك. يا اما نتيجه مشكله في اللد ان الليد مثلا في مثلا ليد ريتراكشن او في حاجه زي كده او ان الجلوب هي اللي بارزه وطالعه قدام. انت هنا عندك الحاجتين. هي الجلوب لما تبقى بارزه جامد قدام يعرف المريض ده لما ينام يقفل الابر ليد واللور ليد على بعض ويغطي الجلوب لا مش هينفع. يبقى المريض ده هينام وجزء من عينيه مفتوح يبقى هيبدا يجيله الكورنيا الالتر اللي بنسميها التر وتلاجو تلمس اللي بنسميها اكسبوجر جيراتايتس او اكسبوجر جيراتوبس اي حاجه. يعني اول كومبليكيشن ان المريض ده هينام وعينيه مفتوحه قول اي حاجه بالكلام ده قول بيحصل له تلمس والتر والكلام ده كله. الحاجه الثانيه التنسل بتاعت الاوربت اللي هي الاكسترا اوكيولار ماسل لما يحصل لها سويلنج ايه اللي معدي في الوسط بالظبط فيها؟ الاوبتيك نيرف. تمام كده؟ الاوبتيك نيرف معدي زي الحبل كده والاربعه اللي طايره بطل حواليه ميديال ولاترال وسوبير والانتيريور. فاكرين لما كنا بنقول ان الاربعه اللي طاي واخدين اوريجن من الحلقه اللي حوالين الاوبتيك نير من الكومون سنجيرا فرين. تمام كده؟ لما العضلات دي خلاص تضغط على الاوبتيك نير تعمل اوبتيك نيوروباثي. يعني يبدا الاوبتيك نير ما يبقاش شغال بالفانكشن بتاعته تمام، يبدا المريض يجيله ديفيوشن اوبتيك. لو حصل عنده اوبتيك نيوروباثي زي ما انا بقول ماشي كده يا جماعه؟ فيبدا المريض يجي له الايه؟ الديمنيوشن اوبريشن. اوكي؟ الحاله دي كلها سببها امتداد فوتو اميون رياكشن. اي مرض فوتو اميون يا جماعه هيبقى علاجه ايه؟ الاساسي علاج السيرويد. تمام كده؟ بس ما تنساش العناوين الايه؟ العاديه كده اللي انت تقول مثلا تريتمنت اوف سبورت. والله لما يبقى مريض عنده سيرو توكسيكوزس اكيد لازم تعالجها تبعته للدكتور بطنه يتعالج مع العلاج بتاعك. تمام كده؟ ما تنساش انك تقول تريتمنت اوف كومبليكيشن لو حصلت ما تنساش انك تقول سيمتوماتيك
تريتمنت، لكن العلاج الاساسي بقى كورتيكوستيرويد. ايه مدار الدين اوتو كيميو ده يا جماعه؟ دي ده الثايرويد حكه الموضوع ثلاث موضوعات دول يا جماعه الثلاثه دول عشان الناس اللي بتقول لي بس قول لنا الحاجات المهمه في الثلاث الاورج ده الثايرويد والكابيرنا الثاني والترومبوز والثايرويد والثالموباثي كل واحد فيهم ليه سؤال ريتم بتاعه. ماشي يا جماعه؟ لما واحد يا جماعه يتخبط خبطه جامده كنا اضعف وورد الاوربت الايه؟
الميديا دول بتاع الاوربت. لما ينكسر هبقى فتحت الاوربت على البارا ليزر فايبر، تمام كده؟ الهواء اللي في البارا ليزر فايبر هيدخل في الاوربت. الهواء لما يدخل في اي تيشو اسميه سيرجيكال انفيزيف. احنا اسمنا يا جماعه ما فيهوش هواء الا في اللنج، ده مفيش فراغات جوه البودي. لما تفتح بطن واحد او تفتح الابر لمب او اللور لمب مش هتلاقي هواء جوه، مفيش فراغات، كل التيشوز ايه؟ كوندنسد على بعضها، تمام؟ دخل في اي مكان يبقى ده اسمه سيرجيكال انفيزيف. يبقى ده الحاجه الثانيه اللي تيجي نتيجه الترومس. دي الاسباب اللي في دماغي اللي انا بقى هنشوف هنفرقها عن بعض ازاي. سيرجيكال انفيزيما، احنا عارفين يا جماعه في الكنادر ان الكابيرنال فايبر قلنا عامله زي الاوضه، وان معدي فيها زي الانبوبه كده اللي هي الانترنال ترابط الارض، تمام؟ لو واحد خبط خبطه جامده قطع الانترنال ترابط هيفضل الضغط اللي جوه الانترنال ترابط، تفتكروا هو اللي هيطلع يدخل في الكابيرنال فايبر ولا العكس؟ هو اللي هيطلع، لان الضغط في الارتري اعلى من الضغط في البين بكتير، تمام؟ لما يتوصل الارتري بالبين اسمي ده ارتريو فينوس فيستولا في الباثولوجي اللي احنا بنسميها كاروتيد كافيرنال فيستولا. ادي الثلاث اسباب الدراما، تمام كده؟ العنوان اللي بعد كده حاجات انفلاماتوري. في اسباب انفلاماتوري بتعمل بروكتوز زي ايه؟ كلمه كده اعرفها بس كلمه دلوقتي جايه بعد شويه يعني صغيرين اسمها بان اوبسامايت، وبعد كده اوربت اكسليولايتس اللي احنا قلناها، وكافيرنا ساينا ترومبوز. كل دي يا جماعه اسباب انفلاماتوري، تمام كده؟ السبب الرابع، العنوان الرابع نيوبلاستيك. لما يطلع تيومر في الاوربت ويزق العين على قدام هيحصل بروكتوز، والتيومر تزيد زيها زي اي تيومر، يا اما بيناين يا اما مالجنا. تمام كده؟ خامس عنوان، العنوان اللي هو لوحده كده لو كونزيليتال ولا تروماتيك ولا ايه ولا كذا، اللي هو الثايرويد اوبثالمولوجي. ادي الاسباب اللي انت حاططها في دماغك على جنب كده، وعارف تتعامل مع المريض اللي قدامك علشان تعرف هو عنده ايه من الاسباب. ماشي يا جماعه معايا؟ نبدا بقى نشوف ايه الكلينيكال ابروتش بتاعنا. اول خطوه خالص ان انا اقعد اتكلم مع المريض شويه، اللي هو الهيستوري. ماشي يا جماعه؟ الهيستوري كلامي مع المريض ممكن ان هو يدلني على ايه؟ بصوا يا جماعه كده، لو المريض مثلا قال لي او انا بساله ان هو مثلا اشتكى من ان عينه طلعت لبره، هقول له طب انت مثلا في اعراض ثانيه؟ قال لك اه، قال لك مانيفستيشن مثلا لها علاقه بالثيرابي، تمام؟ يبقى انت عرفت خلاص ان المريض ده مانيفستيشن ان هو تبع انتجريتد ديزيز. يبقى اول حاجه في الهيستوري خالص هي الهيستوري اوف اسوشيتد، هنقول كده سن زي الاكزامبل اللي عندنا ثايرو تكتبه مثلا. لو المريض وانا بتكلم معاه في الهيستوري قال لي انه اتخبط خبطه جامده وبعدين ظهر عنده البروتوز الثاني، ده بيوجهني للاسباب الترومتيك. يعني زي مثلا هيستوري وتروما، تمام؟ طيب المريض اللي هو بيقول لي انا جالي بروتوز، ما باخدش انا منه كلمه كده، انا ببدا اعمل اناليز البروتوز ده هل جالك فجاه؟ تمام؟ يعني انت كنت نايم طبيعي خالص، مفيش اي مشكله، وبعدين صحيت الصبح فجاه لقيت عينك بارده كده لبره، ولا الموضوع فيه بالتدريج واحده واحده؟ تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق كتير، ده اللي بنسميه الكونسيبت اوف بروتوزيس.
مثلا الناس اللي بيجيبها البروتون يا جماعه واحده واحده دي بنسميها في الفيزياء قنبله، ودي المثال بتاعها مثلا الناس اللي بيجيبها بماين تيومر، الماين تيومر ده على ما يكبر ويدق العين بياخد سنين تمام. غير واحد بيقول لي ان البروتون ده جاله رابد كونست، يعني خلال مثلا يوم فضل يزيد 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 بسرعه لحد ما ايه؟ ما كده، يبقى ده اسمه رابد اونست. ده يمشي اكتر حاجه مثلا يوجه دماغي للانفلاميشن. غير الناس اللي جابها اكيوت اونست، وده غالبا بيبقى اسباب في الترومات. واحد انخبط في الدقيقه اللي بعدها على طول تلاقي عينه بقت بارده مره كده نتيجه الدايموريزم، نتيجه الايه؟ الكلام ده. ادي الكونسيبت بتاع البروتون. طيب تسال المريض لما حصل البرود اللي حصل لك في عينك ده هل بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد ولا بيقل؟ دي يا جماعه اسمها ان انا اساله على الفور والبروتون. البروتون اللي بيقل اسميه ريجريسيف، وده يمشي مع الانفلاميشن. ما هو اي انفلاميشن لو انت حتى سبته ما عالجتوش هينتهي بجيل انتباهي فايبروز. وقت ما حصل الفايبروز هتلاقي العين كشف وبترجع لورا. غير البروتوز اللي على طول عمال يزيد بروجريسف، دي غالبا بيبقى الناس اللي عندها مالجنم ديوم. يبقى دي يا جماعه كلها معلومات انت بس عرفتها من الهيستوري، انت لسه ما قمتش كشفت على المريض. هو مجرد ان انت بتدردش كده مع المريض عرفت معلومات اهي على الاقل وجهت دماغك، لان المريض ده انت كده قايم تكشف عليه وعارف مثلا ان غالبا الراجل ده انا هلاقي عنده مالينجنت تيومر، او غالبا الراجل ده اتخبط خبطه وهي اللي عملت له المشكله. تمام كده؟ العنوان الثاني ان انا اقوم بقى اكشف على المريض اكزامينيشن. لما نيجي يا جماعه نكشف على المريض تمام؟ أول حاجة خالص لازم أعرف ريفن أوف بروتون. يعني إيه؟ يعني أعرف المريض ده عنده بروتون ولا لأ أصلاً. لأن خدوا بالكم يا جماعة ده عارف المنظر بيبقى خادع بالنسبة لك، مش إحنا عندنا حاجة اسمها مثلاً خبارة سكوينت. يتهيأ لك إن المريض عنده سكوينت بس تكشف عليه ما يطلعش عنده حاجة. مش احنا كان عندنا حاجه زمان اسمها سودو دول تمام؟ يتهيأ لك ان المريض الجسم عنده مرتخي بس هو مش مرتخي ولا حاجه تمام؟ ممكن برضه المريض يبقى متهيأ لك من المنظر الخارجي كده ان هو عنده بروكتوزس بس هو ما عندوش بروكتوزس ولا حاجه تمام؟ يبقى انا عايز اعرف في بروكتوزس ولا لا؟ ما دام انا بقول في بروكتوزس ولا لا يبقى اكيد في عنوان اسمه سودو بروكتوزس. الناس يا جماعه اللي هي تلاقي قدامنا كان العين بارده بره وهي في الحقيقه مش بارده ولا حاجه هي البطاطا خالص. الناس اللي عندها ليد ريتراكشن لاي سبب من الاسباب، والناس اللي عندها لارج بلوم. يعني ايه؟ الراجل اللي عنده هاي مايوبيا، مش الهاي مايوبيا دي الاكزيما لسه بتاع العين دال والعين كبرت، هي حجم الاوربت ثابت. طب العين في الراجل اللي عنده مايوبيا اللي هي كبرت 6 7 مللي اكيد مش هتبقى نايمه جوه الاوربت زي العين الطبيعيه، اكيد هتبقى بارزي شويه، بس ده ما سموهوش بروتوز. يعني العين هنا ما اتلقتش لقدام تمام؟ فده اقول ان هو ده السودو بروتوز زي اللارج بلو اللي هي الاكزامبل بتاعها الهاي مايوبيا، وزي الناس اللي هم عندهم ليد ريتراكشن. لازم اعرف انا بقى في بروتوزس فعلا ولا لا؟ بس اعرف في بروتوزس ولا لا ازاي؟ في تست بسيط كده بعد الشيء حتى استاذنك بس كده اقول لك واحده اقعد مع بس في وشك دي بص يا جماعه انت بتيجي ببساطه خالص بتيجي يا جماعه لما بيجي ليك نعمل اكزامينشن للبروتوزس انا بعمل ايه عشان تفهموا بس التست اللي مكتوب ده؟ معلش هستأذنك كده انا ببقى باصص من فوق كده
انا وانا باصص كده من الاتجاه ده انا شايف العين؟ لا طبعا، يعني ان السوبرا اوربيتال مارجن ده بارز لقدام، فالمفروض وانا باصص كده مش شايف العين. انا لو بصيت كده ولقيت العين بارزه لقدام يبقى 100% الراجل ده عنده بروكتوز. تمام، انا دلوقتي لما بصيت كده ما شفتش العين. طب لو انا عايز اشوف العين اعمل ايه؟ اميل دماغ المريض لورا واحده واحده. تمام كده، حاجه عند لحظه معينه الجلوب بارز اهي. لما يبقى الجلوب اليمين والشمال في نفس الليفل، مش ده يا جماعه خليني من الطبيعي ان انا اشوفهم الاثنين في نفس الوقت؟ طب انا لو بميل دماغ المريض اللي قدامي كده شفت الجلوب اليمين بس لسه الشمال ما بانتش، يبقى 100% اليمين دي فيها بروكتوز. فمين الست ده؟ ماشي يا جماعه كده؟ هتلاقي مكتوب عندك في الكتاب والله في الست اللي احنا عملناه ده. ان انا بقف ورا المريض، وان انا ببص من فوق اول، وان انا بعمل سيفتنج للهيد باكورد، وببص للبوزيشن بتاع العين. المفروض ده الطبيعي، وانا باصص من فوق ما اشوفش الايه؟ الجلوب ده. هبدل الدماغ لورا، ابدا اشوف الجلوب، وفي الطبيعي يبانوا الاثنين في نفس الوقت. تمام؟ ما تبانش واحدة وبعد كده الثانية تبان بعدها بشوية، لا، فهم الاثنين الطبيعي في نفس الليفل. تمام كده؟ لو بانت واحدة قبل الثانية يبقى لا، يبقى في بروتوز في العين دي. ده العنوان الأولاني يا جماعة اللي احنا بنقول عليه بريفرنس أوف بروتوز. المريض ده عنده بروتوز ولا لا؟ تمام؟ طيب عايز أتأكد أكتر، هنيجي على العنوان الثاني اللي احنا بنقول عليه الديجري أوف بروتوز. يعني درجة البروتوز، بص يا جماعة كده، أنا وأنا باصص، أنت باصص لي الجنب كده، تمام؟ مش ده اللي احنا حاطين ايديه عليه كده، ده الاوربيتال مارجن، ده الاوربيتال مارجن الانفيريور، وده السوبيريور، وده اللاترال. أنا لما بحط إيدي كده على اللاترال اوربيتال مارجن، مش العين طالعة قدامها؟ ده الطبيعي، لما تبص لأي حد من الجنب كده سايد فيو، ادي اللاترال اوربيتال مارجن اهو، العين الجلوب المفروض طالعة قدامها، يعني تلاقي المنظر عامل كده، اللاترال اوربيتال مارجن كده، والعين طالعة كده. الكورنيا جالسة على قدام. انا بقى لازم اقيس المسافه من الجنب كده بين اللاترال اوربيتال مارجن وبين الايبكس اوف ذا كورنيا. المسافه دي اكيد بالعقل اتعرفت في بروتوزس ولا لا، هنا مش مشكله الارقام، لكن بالعقل كده اكيد ان في مسافه نورمال، رينج نورمال كده للناس، بس لان الارقام هنا اللي اعطيتها ما بنسالش فيها، يعني رينج للاطفال ورينج للميل والاستريت قصه كده. تمام؟ انما المهم اللي بالنسبه لنا ان انا هنا عشان اشوف الديجري اوف بروكتوز انا بقيس الديستنس بتوين لاترال اوربيتال مارجن اند ايبكس اوف كورنيا. بقيس المسافه دي. طب المسافه دي بقيسها في ايه؟ ابسط حاجه خالص ان انت بتقيسها بمسطره. سيمبل رولر عادية خالص، أو عندنا جهاز هوريكم صورته في الآخر نعرف اسمه اللي هو اسمه هيرتن اكسوثيرموميتر. في جهاز معين كده، حاجة كده مالهاش لازمة يعني، وريتكم في الصورة كده عندنا في السلايد اسمه هيرتن اكسوثيرموميتر. هو المسطرة تأدي الوظيفة بتاعته، يعني مش بيجيبوا الجهاز ده، انما المسطره بتقيس فيها المسافه بين اللاترال اوربيتال مارجن والايبس اوف ذا كورنيا. يبقى ده يا جماعه احنا بنسميه الديجري اوف بروتوز. الاكزامينشن الثالث، الحاجه الثالثه اللاتراليتي اوف بروتوز. يفرق معايا البروتوز يوني لاترال من بايلر. تمام؟ لأن أنا عندي ليست الأسباب لليوني لاترال بروتوزس وليست الأسباب للباري لاترال بروتوزس. تمام كده؟ بص يا جماعة عشان ما تتلخبطش، أنت الليست دي موجودة عندك في الكتاب وعلى خطها يعني أنا أعرف، بس عشان ما تتلخبطش، الباري لاترال بروتوزس هم الناس بتوع الثيرويد ومين؟ والكافيرنا الثيرويد. طيب اليوني لاترال بروتوزس هم كل الاسباب الثانيه زائد الثيرويد. يعني عندنا سؤال ان كده من اسئله
الاسئله اللي عندنا انا فاكر هتلاقي مكتوب مثلا ضمور تكون كوز اوف يوني لاترال بروكنوزس ايه وحاطط لك اختيارات هو الثايرويد وسؤال ثاني ضمور تكون كوز اوف باي لاترال بروكنوزس هي الثايرويد برضه هي الثايرويد دي اشهر حاجه بتعمل بروكنوزس سواء يوني لاترال سواء باي لاترال يبقى انا لو قلت لك ايه اللي بيعمل يوني لاترال بروكنوزس قول كل الاسباب دي ما عدا الكاميرا الثايرويد تمام؟ ولو قلت لك ايه اللي بيعمل باي لاترال بروكنوزس نقول الكابيرنا الثايرويد والثايرويد يبقى المشترك بين الكابيرنا الثايرويد والثايرويد هو الثايرويد تمام يا جماعه كده؟ يبقى انا ببص لللاترالتي اوف بروكنوزس العنوان رقم اربعه الدايركشن اوف بروكنوزس ده هيفرق معايا التيومر مثلا لو في تيومر هيبقى مكانه فين؟ فعندنا يا جماعه ادي الاوربت اهو وادي العين دي الاكسترا اوكيولار ماسل وطلع كلها من هنا الاكسترا اوكيولار ماسل يا جماعه كلها كلها ملمومه في حته صغيره كده ورا عند الاوربت فورم وطالعه كده على قدام بنسمي منظر الماسل ده يسمى ماسل كون تمام كل عامله زي الامع عامله زي الكون كده تمام لما يبقى عندي بصوا كده لما يبقى عندي تيومر جوه الكون ده يعني هو مثلا اللي جوه الكون ده ايه؟ الاوبتيك فيرب ماشي فيه لو الاوبتيك فيرب ده طلع في تيومر يعني التيومر جوه الكون تتخيل ان التيومر اللي جوه الكون يدق العين ازاي؟ دايركتلي فورورد كده يعني ابيض بروتوز يبقى هنقول ان الانترا كورنال ليجن يعمل بروكتوز اكسيال الانترا كورنال ليجن تمام انما افرض ان انت عندك تيومر هنا بره الكون هل هيدق العين دايركت ريفورمر؟ لا هيدقها قدام بس قدامه ناحيه قدامه فوق قدامه يمين قدامه شمال يبقى بنقول عندنا الاكسترا كون ليجن يبقى البروتوز بتاعها نون اكسيال نون اكسيال بروتوز بس يا جماعه كده طيب وانا ببص برضو على البروتوز دي ممكن اشوف رقم خمسه حاجه خاصه كده اسمها كاركترستيك تايم ودي خاصة في حالة الكاروت الكاميرا اللي هي البلسيتنج سيكسوستاتي دي بتتشاف بس ايه؟ كاروت كاميرا ايه البلسيتنج سيكسوستاتي دي؟ بصوا يا جماعة كده لما واحد بيتخبط خبطة جامدة ويتفتح الانترنال كاروت على الكاميرا طيب الضغط جوه الارض اللي جوه اللي عالي يبقى الدم طالع من الانترنال كاروتد من الفتحه من القطع اللي حصل في الوول بتاع الانترنال كاروتد طالع الدم بارتفاع شديد داخل على الكافيرنال تايم تمام كده؟ الضغط جوه الارض ما هو ثابت الضغط جوه الارض بيعلى وينزل مع السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر تمام؟ طب الكافيرنال تايم دي راجع عليها الفينر دريمج بتاع العين طب تعالوا نشوف كده لما يبقى مثلا البلاد بريشر في حاله السيستوليك لما يبقى الضغط جوه الانترنال كاروتد عالي قوي بنلاحظ ان فيها سيستوليك بريشر يبقى الدم طالع جامد داخل على الكافيرنال تايمر مع الضغط في الكافيرنال تايمر ما يعرفش اي فينر دريمج يرجع على الكافيرنال تايمر يقوم تلاقي في وقت السيستوليك بريشر العين بارده قوي لقدام طب لما البلاد بريشر يبقى دايستوليك يقل البريشر جوه الانترنال كاروتد فيقل الدم اللي طالع منه على الكافيرنا فايروس يبقى الضغط في الكافيرنا فايروس قل لما الضغط في الكافيرنا فايروس يقل يسمح بشويه فينا الدرينج يرجعوا شويه فينا الدرينج اللي يرجعوا هيخلوا لك العين بدل ما هي بارده ترجع كده لورا يبقى هتلاقي الراجل ده فعلا مع السيستوليك والدايستوليك والبلاد بريشر عينه عماله تعمل كده ممكن الحركه دي احنا فعلا بنشوفها تبقى واضحه قوي لدرجه انك تشوفها كده وممكن تبقى حركه ماينور ما تشوفهاش الا تحت الميكروسكوب تبص تلاقي العين فعلا بصيت اللي عماله تعمل كده مع
كل هارت بيت العين عماله تعمل كده. الحركه دي فيري كاركترستك وعمرها ما تتشال الا في الناس اللي عندهم كاروتيد كافيرنا. ماشي يا جماعه معايا كده؟ طيب الخمس حاجات دول زي ما انتم شايفين كده يعتبر شرط منع اوبزرفيشن للمريض. يعني انا ما مديتش ايدي ما حطيتش ايدي ما استخدمتش جهاز، انا مجرد بصيت مسكت مسطره كده من بعيد شفت الدايركشن اوف مورتوزس. فالخمس عناوين دول بيسموهم في الكتب كده يا جماعه انفكشن. الانفكشن يعني اكزامينيشن بمجرد النظر، يعني مجرد ان انا ابص والاحظ الحاجه دي في اللي عندي. بعد الانفكشن في حاجه اسمها اكزامينيشن برضو بس باي بالز بيشن. هذه الطريقه الثانيه بالز بيشن، يعني نحط ايدينا. لما احط ايدي على البروتوزر اول حاجه انا هعرف هو ريبيوتيبل ولا لا. لما اضغط على البروتوزر كده لورا العين هترجع معايا بعض الحاجات زي الثيرويد، لكن عمرها ما ترجع في تيومر مثلا ورا العين. يبقى البلزيشن ده هيعرفني ريديوتبل اور نوت. ده اول حاجه. طيب البلزيشن يفيدني في ايه؟ بصوا يا جماعه كده، حاله الكاروت الكبيره في القصه دي حاله كاركترستيك فيها ثلاث حاجات ما بيتقالوش الا فيها هي. اول حاجه خالص البلزيشن. الحاجه الثانيه لما الانترنال كاروتيد يا جماعه يتقطع او يتفتح فتحه في الوول بتاعه، اندفاع البلاط هيبقى شديد جدا من الضغط العالي اللي جوه القطري من خلال الفتحه الصغيره في القطع اللي حصل في الوول. هيندفع البلاط جامد جدا على الكابيرنا الصغيره. اندفاع الدم الجامد من الفتحه الصغيره دي صوت، صح كده؟ لازم هيبقى له صوت. الصوت ده ممكن انا اسمعه بالسماعه. دي الحاله الوحيده في الاوبسالمولوج كله اذا الدكتور الرمض فيها بيستخدم السماعه العاديه بتاعت الدكتور البطنة والاطفال دي. ان انا لو مسكت السماعه وحطيتها على العين لو شفت الدكتور رمض بيعمل كده هو مش مجنون ولا حاجه، هو عاوز هو يقلق ان الراجل ده عنده ضروره كابيرا فيسكولا وعاوز ينكت. هيسمع صوت البلاط مع كل سيستوليك بلاط بريشر هيسمع كده. هتسمع حاجه تعمل واضحه جدا لما تحط السماعه على العين. تمام؟ ده بصوا كده، ده العنوان الثالث في الاكزامينيشن اللي هنسميه معلش اكزامينيشن باي اوسكالتيشن. يبقى انا بالسماعه خليكم معايا يا جماعه بسمع صوت اندفاع البلاط من الارتري للفين. ده اللي بنسميه يا جماعه اسمه ارتيريال بيرويد. فتبقوا بقى يعني الحاجات دي ان شاء الله تظبطنا السنه الجايه في الهارت وفي الكلام ده اسمعوا الجلده دي. اي كونكشن يا جماعه بين الهارت وبين او حتى لما يبقى في صمام ضيق في الهارت او حاجه بيتسمع صوت الدم وهو معدي من الفتحه الضيقه. تمام؟ ده الارتيريال بيرويد. طيب الصوت اي صوت بيبقى له احساس لو حطيت ايدك عليه. عارف الاحساس اللي انت بتحسه في ايدك لما تحط ايدك على قناعه الكتف مثلا، في احساس انت ايه؟ انت بتحسه. الاحساس ده الهزه اللي بتحسها في ايدك نتيجه الصوت هي دي اللي بشوفها في الاكزامينيشن بالبالبيشن اللي بنسميها ستريل. يبقى انا عندي يا جماعه ثلاث علامات للكاروت الكبيرة سيستم. اول حاجه الانفكشن بعينيا كده انا بشوف الاكزوستالوس ده بصيت. ثاني حاجه لو حطيت ايدي عليها كده على العين هحس الهزه، الهزه بتاعت فوق هي بالظبط تيبيكال زي احساسك لما تحط ايدك على سماعه الكتف. دي حاجه ما بتبصش في حاجه انت ايه انت اكيد اي حد جربها، انت بتحس هزه في ايدك كده هو نفس الهزه. حطيت السماعه هتسمع الصوت اللي هو بنسميه الزلوجي. تمام كده؟ يبقى دول الثلاث عناوين يا جماعه بتوع الاكزامينيشن، الاكزامينيشن بالانسبكشن، اكزامينيشن بالبالبيشن، اكزامينيشن بالاوكالتيشن. عملنا اكزامينيشن بالمريض بعد كده والله لو وصلت للدايجنوستيك كويس، ما وصلتش احتاج ان انا اعمل للمريض ده انفستيجيشن. والانفستيجيشنز اللي عندنا في اي حاجه في الاورجن سهله.
اول حاجه خالص هي حاجات واحده. اول حاجه الالترا ساوند، بتفتكر الالترا ساوند ده نوعه ايه؟ دي تمام كده. الحاجه الثانيه ان انا اعمل للمريض سي تي، والحاجه الثالثه ان انا اعمل للمريض ام ار اي. ايه الفرق يا جماعه بين السي تي والام ار اي؟ السي تي يا جماعه بيولد البول، والام ار اي بيولد السوفت تيشو. طب انت لو سالت السي تي او ام ار اي ايه الفرق بينهم؟ الفرق بين السي تي والام ار اي عندنا يا جماعه كام سيكشن؟ احنا بنقطعهم ثلاثه تمام. لما بنقعد نرسم صور مع بعض كده بنقطع ادير سيكشن وبنقطع كورونا وبنقطع ثالثه صح كده؟ الاشعاعات دي بتاخد نفس المقاطع صح كده؟ بس اللي بياخد الثلاث مقاطع ده مرات، انما السي تي ما فيهوش ثالثه. افتكروا بس المعلومه دي بتفرق مع عمليه الامتحان واصله ولا جراحه ولا حاجه تمام؟ خلوا بالكم يا جماعه من دي، السي تي ما فيهوش ثالثه. يعني انت لو انت حضرتك مثلا اديتك اشعه على البرين ولقيت مرسوم قدامك كده فاجيتال سيكشن، عارف الفاجيتال سيكشن اللي كانوا بيسموه مثلا في البيورو اناتومي، وتلاقي الفورمه الكلوزه مبينه قدامك كده. المصدر البيورو اناتومي لو انتم فاكرين حاجه في الكلام ده، يعني المنظر ده منظر الام ار اي والمنظر ده ماشي يا جماعه كده. يبقى ده الانفستيجيشن اللي عندنا. التجميعات مكتوبه تحت ايه؟ اسباب الجنرالات والبروسوزس والبايلاترال. اه يا جماعه في حاجه مكتوبه تحت اهي، فوز الحبيب والبروتوز. البروتوز يا جماعه خليكم معايا اللي بتعمل ايه؟ هي الاسباب الانفلاماتوري والاسباب الفورمات، دي الحاجات اللي بتعمل بيه يعني اللي بتوجع مرات. ماشي يا جماعه كده؟ ادي الايه؟ البروتوز. المجزله الفايبر دي المفروض جواها فاضي، جواها هواء. لو واحد خد خطه جامده كسرت الفلور بتاع الارض. المجزله الفايبر فيها هواء، انما الاوربت فيه فات وفيه كونتنت. يروح الفات ده جزء منه نازل في المجزله الفايبر. يبقى العين اجرامها ايه؟ لازم ترجع لورا فين اللي في بيت لورا؟ ده اشهر سبب لدي نقطه. اللي هو واحد جاله مثلا فراكشر اوربيتال فلو، او لاي سبب حصل فايبروز اوربيتال فاتي تيشو. الاوربيتال فاتي تيشو ده لو احنا سبناه في الثايرويد اوبتالموبيل مش نهايته الفايبروز،
هتلاقي جش على بعض ويتعمل كده بالفايبر اوبتيك، تروح العين راجع لورا تعمل ايه نقطة تمام يا جماعة كده؟ في كلمتين اتنين هتلاقيهم تسمعوهم كده بيتقالوا في حاجات كتير. في يا جماعة حاجة اسمها اتروفيا والله مرت علينا في حاجات كتير قبل كده، وفي عندنا حاجة اسمها سايسس بالبار. هيسألك الشباب كتير ايه الفرق بينهم؟ بص يا جماعة في الحالتين الاتنين العين انكمشت هتطلع شرينكش في البلوغ، يعني سواء ده سواء ده هما الاثنين العين كشفت وبقت صغيره كده حصل شرينكت اوف ذا جلوب. امال الفرق بينهم ايه؟ في الاتروبيا بالباي العين هتطلعها شرينكت ولسه محتفظه بالاناتومي بتاعها، يعني العين ضغط وانكمشت كده بس انت ما تتحطم تقول ادي الكورنيا وادي الغلط باينه قدامها اهي وادي السريره وباين جواها الايرس وباين جواها البيومن. امال ايه اللي حصل؟ هي كلها فضلت تمام؟ نتيجه ايه؟ نتيجه اي حاجه من الكومبليكيشنز اوف ريتمال ديتاتشمنت هتلاقي مكتوب اتروبيا بالبار، من الكومبليكيشنز بتاعت الايريتوسايتلايتس هتلاقي مكتوب عندك اتروبيا بالبار. اي مرض كبير ما اتعالجش هيعمل الشرينجز اللي انا بقول عليه ده. امال السايتس بالبار دي العين كشف بس بقت ديس اورجانايز ديس اورجانايز بلو، يعني ايه؟ يعني انت جيت تفحص العين ديت لقيت كوره موجوده قدامك كده ملهاش معاك، ما انتش عارف فين الكوريا من الايرس من الليمبك ما انتش عارف اي حاجه، ده ما يجيش الا واحد خطر سيفير اوبرا تروما تروما جامده جدا. يعني زي مثلا يا جماعه واحد جات له طلقه طلقه رش او طلقه خردوش او حاجه زي كده مثلا دخلت في عينه بتلاقيها هربت العين دي خالص تمام؟ لما تيجي انت بقى تطيقها في العمليات او كده كل اماكن الخياطه هتقلب فايبروز، يعني حتى الكوريا قدامك هتقلب تبقى بيضة خالص من فايبروز. تيجي بعد سنه تفحص المريض تلاقي نفسك مش عارف الكوريا من السكليرا من ايرس كله لزق في بعضه وعمل مانجيزر وكله بقى فايبروز. يبقى الديس اورجانيزد بلوك دي بتحصل مع الناس اللي بيجي لها سيفير بينتريتنج تروما. ماشي يا جماعه؟ ادي كلمه الاتروبيا بالباي والسايتس بالباي. ماشي كده؟ في بقى عمليات احنا احيانا بنحتاج نشيل العين في بعض الحاجات، تلاقي عدى علينا كده كلمه ايماكنيشن وعدى علينا في الجامعه كده كلمه كيف ستيشن. نعرف بقى الحاجات دي معناها ايه؟ الكلام ده عدى علينا كده، نعرف بس ايه معنى الانبليشن لان هتقابلنا في حاجات كتيره فما نيجي نبقى عارفين ايه. بص يا جماعه ده وادي منظر الجلوب ادي الاوبتيك نير طالع من الاوبتيك كمان خليكم معايا يا جماعه. ايه جلازه الجلوب اللي شابك فيها؟ اول حاجه يا جماعه الاوبتيك نير شابك في الجلوب اهو من ورا وطالع بره بالقرب خالص وداخل في الاوبتيك كمان. ثاني حاجه شابكه في الجلوب الاكسترا اوبيولار مصر اهي ادي الميديال واللاترال والسوبيريور والانفيريور والريكتاي والكلام ده ادي الاكسترا اوبيولار مصر. الحاجه اللي شابكه في الجلوب برضو عندنا ادي الكونفرتايب اهي وتبقى ريفليكتد كده وادي الاور تيب وادي الكونفرتايب اهي ريفليكتد وادي اللور تمام؟ في بعض الحالات يا جماعه انا ببقى عاوز اشيل الجلوب اشيلها خالص تمام؟ لو انا عاوز اشيل الجلوب انا لازم اقطع الثلاث حاجات اللي هم ماسكين في الجلوب، يعني باجي اعمل ايه؟ باجي اقطع الكونفرتايب صح كده؟ واقطع الاتاتشمنت بتاع كل الاكسترا اوبيولار مصر وبندخل ورا الجلوب في المقص بيبقى عندنا مقص كيرف كده بيروح مدخلنا ورا الجلوب واروح قاطط الاوبتيك نيرف
العين دلوقتي بقت سايبه من الثلاث حاجات اللي ماسكين فيها اللي هم الفرجن دايفر والاكسترا اوبيلر ماسل والاوبتيك نير. العين دي نشيلها خالص كده معايا يا جماعه. ده اللي اسمه الابليش معايا كده. يبقى ببساطه خالص ببساطه خالص بص للصوره دي انت بس تخيلها وصل. انا في الابليش انا عملت ايه؟ انا عملت ريموفال للجلوب كلها على بعضها. بعد ما قصيت عملت كابل لثلاث حاجات الاوبتيك نير والاكسترا اوبيلر ماسل والجولدن تايم صح كده؟ قصينا الايه؟ الجلوب اهو. بعد عملية الابليشن دي شايفين مصدر الجولدن تايم يا جماعه؟ الجولدن تايم دي فيها الاستيتي. الاستيتي بتاعتها تسمح بان انا اشد الجولدن تايم دي وشد دي واغيرهم ببعض. يقوم يبقى اتكون عندي ساك اهي صح؟ الساك دي اللي اتكونت هي اللي بنجيب بيها العين الصناعيه دلوقتي الحاجه اللي بتدي منظر العين بس. شوفوا حد لابس ان العين الصناعيه دي حاجه زي الكونتاكت لينس كده بس مش كونتاكت لينس يعني حاجه بلاستيك جامده شويه كده بتدي بس منظر العين بيحطها المريض كده. هتتحط فين؟ هتتحط في الساك دي اهي. يبقى بعد عملية الإلاكيشن بيبقى عندنا تاج من الكونجنتايفا احنا بنسميها بقى ككلام ساينتفك هنذاكره في الكتب هنسميها كونجنتايفا سوكيت. الكونجنتايفا سوكيت دي هدفها ان هي اللي هتشيل الارتفيشال اي. يبقى دي هدفها انها هول ارتفيشال اي يا جماعه كده جميل خالص. يبقى انا في الكلاكليشن شلت العين كلها وحطها عند ثلاث ستراكشر اللي ماسكين فيها كونجنتايفر اكسترا اوبيلر ماسل اوبتيك نير وكونت الكونجنتايفر سوكت عشان تشيل الارتفيشال اي. بعض بقى الحالات بتبقى السوكت دي صغيره نقوم نسميها يا جماعه كونتراكتد سوكت. اسم بس بالنسبه لنا كده يعني ايه؟ يعني بعد العمليه بصيت يا جماعه لقيت السوكت اللي عندي بصوا كده لقيتها عامله كده صغيره خالص محدوده تمام؟ السوكت الصغيره دي تقدر تشيل الارتفيشال لايت؟ لا. يبقى تعريف الكونتراكت سوكت انها سمول سوكت وتش كان نوت هولد ذا ارتفيشال لايت. حد يتقابل بالشبكه دي ايه الكونتراكت سوكت؟ دي سوكت صغيره مور سوكت واللي كان نوت هول ارتفيشال اي تمام؟ طيب المشكله بقى مش قادر اشيل الارتفيشال اي. طب الكلام ده يحصل ليه؟ احيانا الجراح اللي بيعمل عمليه الدنابليشن ممكن يبقى غلطان تمام؟ ممكن يشيل حتت من الكونتراكت ولو بالغلط فيتبقى له حته صغيره ما تكفيش الا السوكت الصغيره دي. يبقى اول سبب للكونتراكت سوكت هو ان انا اشيل اكسسيف ريموفال اوف كونجنتايفا. طيب ثاني سبب الكونجنتايفا عند المريض هي كده هي كده ازاي؟ تفرض المريض عنده كبير دي كبرايز كونجنتايفا يعني المريض كان كبير في انفلاميشن في الكونجنتايفا وكان حظه ان نوع الانفلاميشن ده دي كبرايز حاجه اللي هي الفايبروزس والكبد خالص كده هيقلب له الوضع كونتراكتد سوكت. يبقى ادي السبب الثاني سيفير دي كاترايزنج كونجنتايفا تمام. احيانا تبقى ضغطه في الارتفيشال اي ازاي؟ الارتفيشال اي دي يا جماعه ليها بقاك تبقى عندنا علبه كده والمريض نقعد نجرب له نحط له دي ونشيلها ونحطها ونجربها لحد ما نوصل لوحده على مقاسه. افرض احنا عندنا سوكت طبيعيه كده بس انت لفت المريض ارتفيشال اي صغيره عليه مثلا يا دوبك لغايه كده هيكون نتيجه كده بالبلد كده من الارتفيشال اي بتلوك جوه السوكت. اي حركه للارتفيشال اي معناها بتحك في الكونجنتايفا بتعمل انفلاميشن. تيجي بعد فتره تبص تلاقي السوكت عماله تنفض 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 يبقى ده لسه يا جماعه فلود ارتفيشال اي مثلا.
بالعقل كده. لو انا عايز اعالج الكونتراكتد سوكيت دي اعمل ايه؟ عايز اكبرها، اكبرها بايه؟ انت عندك ادي سوكيت صغيره اهي تمام، خد ميوجا جرافت زي ما قلنا بناخد في كذا حاجه وكبر دي السوكيت دي تمام يا جماعه كده. يبقى دي عمليه الكالكليشن اللي بتتقال في حتت كتيره جدا في المنهج. يعني مثلا اللي عنده ابسولوت جلوكوما ويجي يقول لك علاجه ايه؟ هتقول له انكليشن في الشفا، هيقول لك بشيل ايه في الانكليشن او بعمل ايه؟ يبقى هي هتيجي في وسط الكلام ده. العمليه الثانيه اللي نيجي اسمها ايبسليشن. احنا عندنا يا جماعه ادي منظر العمليه، منظر الاوربت اهو، ادي العين شابت فيها الاوبتيك نير، شابت فيها الاكسترا اوبتيكال ماسل والكونجنتايفال، صح كده؟ هعمل انا ايه؟ نسيت التليفون. اول حاجه خالص انا هشيل الكورني واروح داخل الالات بتاعتي، شايل كل الانترا اوبيولار كونتنت اللي جوه دي شايلها بره زي ما كل حاجه وتتطور كده. يعني انت شلت الكورنيا وشلت ايه؟ هتشيل الايرس والسيليري بودي والكرويد والريتنا واللينس والبدر، يبقى باقي ايه في العين اللي انت ما شلتوش؟ الكبيره بس. لان الكبيره انت هتسيبها هي اللي بتمثل فيها الثلاثة تراكتر، هي اللي بتمثل فيها الكونفنتايفر، وهي اللي بتمثل فيها الاكسترا اوكيولار مطر، وهي اللي بتمثل فيها الاوبتيك نيرف. انا مش هقطع حاجه في الكيف الدريشن، لا هبص الاوبتيك نيرف ولا الاكسترا اوكيولار مطر ولا هبص الكونفنتايفر. يبقى الكيف الدريشن كده اسهل بالنسبه لي، فتحت الكورنيا شلتها الشباك ده فتحته كده ورحت جاي مأور كل الكونتنتس اللي جوه زي الاسكيزيرا الاكتر. تمام يا جماعه كده؟ طيب العمليه دي عمليه الديب انتريشن دي اعملها امتى؟ دي بقى لها انديكيشن محدده، لما يبقى في انجكشن جوه العين. يعني دي الانديكيشن اللي انا بعملها دي في حالات الانترا اوكيولار انجكشن اللي هم العنوانين اللي عندنا، حاجه اسمها اندوستالمايزن ودان اوستالمايزن. طيب ليه لما لو عندي انفكشن سيفير جوه العين ما عملش الانكليشن؟ لان انا يا جماعه الانكليشن مشكلته الوحيده ان انا بقص الاوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرف ده حواليه 3 من الجير شيء وحواليه في السير. يعني لو في انفكشن هيدخل في الجير سي اف ده ويعمل من السايز للمريض. فلو بقى مريض عنده انفكشن ما ينفعش اقص له الاوبتيك نيرف. يبقى العملية اللي عملتها لو عندي تشكيل العين هي عملية تشكيل التريشن. بس يا جماعة كده خدوا بالكم يا جماعة، بصوا عشان انا هحطلها قاعدة كده. أي حتة اتقابلت في المنهج هتحتاج فيها بالبلدي كده إن أنا هشيل العين خالص لأي سبب من الأسباب، العين فيها تيومر، العين بلايند ليمفو أي، العين فيها أي سبب، يبقى كل اللي مفيش. إلا لو في انفكشن وأورجانيزم يبقى هتقول ما ينفعش الديماكليشن، هيقول لك ليه؟ عشان في الديماكليشن بس هحس بفقرة كريس سبيس، لأني بقطع الأوبتيك نير، فهيبقى في هاي ريسك إن أنا أعمل ستريس أوف انفكشن للبرين وأعمل بالانسايت. يبقى ساعتها هعمل العملية إن أنا ما بقصش فيها الأوبتيك نير، اللي هي إيد التريشن. طب تفتكروا بعد عملية الإيد التريشن أنا هسيب العين كده؟ لا. بنجيب كوره زي كوره بلاستيك كده بتتكشف جوه المكان هنا، بحافظ على شكل العين وبحط برضه ارتفيشال قطر عادي برضه نفس الضغط. تمام يا جماعه؟ هذه الطريقه الثانيه لشياده العين. يبقى الديماكليشن كومن في اي حاجه، والايد انتليشن لحالات الانفكشن بس. اخر حاجه بقى خالص حاجه اسمها فورتيسال اكسنتريشن. ادي يا جماعه منظر الاوربت اهو، وادي العين، وادي الاستراكشر المشكه في العين اهي. الاوربت الاكسنتريشن ده يا جماعه ده الانديكيشن بتاعه برضه محدد. واحد عنده ايه؟ انتر
اي لو كده معايا انترا اوربيتال مالجنمنت. واحد عنده مالجنمنت تيومر هو الاورجن، اي مكان بقى مالجنمنت تيومر في الاوبتيك نيرف، مالجنمنت تيومر في الاكسترا اوكولار ماسل، مالجنمنت تيومر في اللاكريمال جلاند، اللاكريمال جلاند هنا تمام، او مالجنمنت تيومر بدا جوه الجلوب وطلع عمل سبريد لها جوه الاوربت. المهم انترا اوربتال مالجنمنت، بس لازم شرطين. اول شرط نو اسبكشن اوف بريوستيا، يعني طبقه البريوستيا اللي مغطيه البول بتاع الاوربت دي سليمه، المالجنمنت ما جاش عليها، ادي اول شرط. الشرط الثاني نو ميتاستاسيس. لو فكرنا يا جماعه في الشرطين دول هنلاقي خلاصه الموضوع ايه؟ واحد عنده مالجنمنت محبوس جوه الاوربت وما طلعش بره، ما وصلش للوول بتاع الاوربت، يعني ما اثرش على البريوستيوم وما عملش ميتاستاسيس وطلع بره. صح كده؟ الناس اللي عندهم مالجنمنت دول وعايز تنقذهم ما دام المالجنمنت لسه محبوس جوه الاوربت، بعمل ايه؟ بشيل الاوربتال بريوستيوم ده بكل الكونتنت اللي فيه. يعني عارفين بنعمل ايه؟ احنا بنيجي بآله ندخل بيها هنا كده بين البول وبين البريوستيوم، تلاقي البريوستيوم نار بطل كده، وتلاقي كده داخل بالاله عمال تحفر، تمام؟ هنشيل البريوستيوم ده كله داير ما يدور بكل الكونتنت اللي فيه، اللي هي ايه؟ اللي هي كل حاجه، اللي هي الجلوب بالفات اللي حواليه، باللاجر مانجلان، بالاكسترا اوكيولار ماسل، بالاوبتيك فير، حتى بشيل معاها الايلس. المنظر اللي بيتداد في النهايه بعد عمليه الاوربيتال اكسنتريشن هو نفس منظر الاوربت على السكال على البون، اللي هي الفتحه اللي موجوده اللي فاضيه اللي ما فيهاش اي حاجه، ده المنظر بعد عمليه الاوربيتال اكسنتريشن. ده واحد عنده مالجنمنت جوه الاوربت، بس بنحطنا حاطه لغايه دلوقتي ان احنا ما حطمش له ميتاستاسيس ولا البريوستيوم كده جنب، طلع شيل البريوستيوم بكل اللي جواه، يبقى هو كده خف من المالجنمنت، رمينا المالجنمنت في الشارع خلاص. تمام كده؟ والفجوه بقى اللي اتسابت دي لها بقى كونستراكشن ولها عمليات تكميليه. بس كده يا جماعه؟ ناخد بقى يا جماعه نص ساعه كده، حقكم تريحوا الحقيقه. خلاص والله ربع ساعه. خلاص يا جماعه عايز